أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد، ومتواصلين معاكم عبر برنامجكم العنة. ومثل ما عودناكم كل سنة أن احنا نحتفل بأصحاب المراكز الأولى في المهرجان، من المزاين إلى المسابقات اللي استضافها مهرجان قطر الدولي التاسع للصيد والصغور. خلونا نرحب معاكم مع الأوائل. أبدأ بالأول في مسابقة المزاين، الشيخ عبد العزيز بن سعود الثاني. نقول لك ناموس ومبروك يا ابو سعود، وتستاهل المركز الاول، ومبروك لسعود ايضا. سعود طير باسمك سعود، ها؟ كفو. توقعت انك تاخذ المركز الاول؟ ها؟ توقعت؟ الحين بسالك ترى بعد شوي اكيد؟ طيب. ايضا نرحب اخوي، بكون معي اخوي راشد بن عبد الله الخاطر في النقاش مع اصحاب المراكز الاولى. حمد بن خلف المناعي صاحب المركز الثاني في النخبه والاول في القرانيس الشواهين، القادم بقوه في مسابقه الدعو ان شاء الله باذن الله. الله يعينكم. الحين بنفتح حلقه على موضوع الدعو، ها؟ اكيد. طلبت تتصل تلفونات وتطرش مسجات تبي تتكلم عن الدعو. صحيح. نعم صحيح. صحيح. شرفت محلك. الله يسلمك. مبروك، تستاهل. شرف اهل. الله يجزاك خير. عبد الوهاب نعمير، هلا مرحبا. صاحب الرقم الصعب في الدعو. توفيق من رب العالمين اولا. هذا تستاهل. الحمد لله تستاهل. تستاهل الطيب. ها، اصحاب العزبه الذهبيه، اصحاب اي، هو ابو سعود. ابو سعود الله يمسك بالخير. الله يمسك بالنور. اكثر انسان يطرش لي على الهواء مسجات عبد العزيز مبارك العلي. الله يمسك بالنور. لكن مو بصحيح. ها شوي، مو بوايد والله. لا اكشف كشف اريده كله انت. لا بس في دافون ما انت بصايده. ها في دافون ما انت بصايده. انت مصوبين تباري الميتين ما شاء الله عليك. جاهز حق القلايل بسعود؟ والله اصابه الحين عندنا، لكن نشوف. عندي موعد تاريخ 29 ان شاء الله، على حسب نشوف قبل الدخول باربع ايام باذن الله تعالى ان شاء الله. بناصر ابو خالد، ناصر ابو خالد شهواني، سام الله يحيي. والله ابرك الساعات اللي شفناك فيها. الله يبارك في عمرك ويطول لي عمرك يا ابو محمد. ابو خالد، ناصر ابو خالد الشهواني، وممثل صاحب المركز الاول او اول لكسس في هدد التحدي. صحيح. طال عمرك. شفتك غايب السنه. في تجهيزات راعي النواميس الله يحفظك. كفو. في تجهيزات الطير هذا في صوب الغربيه. هناك. نعم طال عمرك. كفو كفو. بناخذ منك التفاصيل ابو خالد. حمد منخس صاحب المركز الثاني في طيور الدهم اليوم في المزاين، نقول لك مبروك وناموس. الله يبارك في عمرك اخ طلال، وبارك الربع اللي فازوا كلهم، وجعلنا ناموس دايم، والحمد لله على كل حال. تستاهلون. تستاهل خير. الله يسلمك. ماجد المسلماني ايضا صاحب المركز الاول في طيور الدهم في مسابقه المزاين. الله يجزاك خير. شرفت محلك من ربعك اخوانك. الله يجزاك خير ما بشك. ومبروك. الله يبارك في عمرك. تستاهل. تستاهل خير. اوه عاد جينا حق ابطال. ابطال افضل يعني احلى مسابقه. لا احد يزعل مني، بس كمسابقه القريبه لي مسابقه الطلع من هليل. شرفت محلك بربك اخوانك. يا مرحبا. يا مرحبا بك. شرفنا. الله يسلمك. مبروك. تستاهل ناموس المركز الاول. الله يبارك في حياتكم. بارك اخواننا الفايزين، يستاهلون الناموس. يستاهلون. ناموس دايم. يستاهلون. ما اقدر، ما خاطر اعطيك لقب حق هذه المسابقه، مسابقه الطلع من هدوان. الله يمسك بالخير. مرحبا. الله يمسك بالنور. يعني انا اقول لك زعيم هذه المسابقه، لانك اكثر من حصل على جوائز هذه المسابقه وتستحق. يا رب يطول عمرك. شرف لي طلع لك اللقب. الله يطول عمرك. شرفت محلك بين ربعك واخوانك. يا رب يطول عمرك. يرحم والديك. الساعات اللي شفناها. الله يرحم والديك ويسلمك. يا مرحبا. يا مرحبا. والبقى في ديتك. خلونا نتكلم عن الجوائز. نبدا في الشيخ عبد العزيز بن سعود. ابو سعود، توقعت المركز الاول بما انك انت يعني الفرخ اليوم كسر حتى وقلب الطاولات مثل ما يقولون الربع. صحيح. في المزاين يعني شاخ حتى على القرانيس. والله يعني انا من شفت الطير دريت ان الطير هذا مو بسيط. لان اللي بيشوف هذا الطير ما راح يخليه. من اول يوم شريته هذا الطير قلت انا بنفسي. تاريخ 27/12. صحيح. في يوم البرثه في النهائي كنت طالع من البرثه ورحت احمد عبد العزيز المندي. نعم. والطير ماخذه من عنده انا هناك. وساعة ما شفت الطير وشفت الطيور اللي في البرثه
فقلت ما في مقارنة يعني. وفي ذاك الوقت أنا ما كنت عارف أصلاً أنه في تسجيل ولا ما في تسجيل، كان حسب أنه فات موعد تسجيل المزاين. ولما أخذت الطير سألت الرابع قال في تسجيل، فاشتغلت على الطير والحمد لله يعني الطير كل ما له يزين يعني. والحمد لله الله وفقنا إن شاء الله وخذ الجائزة يعني. الحمد لله. الحمد لله. بس كنت متخوف رغم انه فرق. هو لازم يعني انت تسمع بعض الربع يقول لك لا والله في طيره فلان ولا في طيره فلان يعني ممكن ها ولا كذا، بس لما شفتهم انا على الواقع ارتحت نفسيا. ارتحت نفسيا يعني شفت الطيور كلها جميع. لا ارتحت يعني قلت ان شاء الله يعني باذن الله انها الطيره هذا الاول. شلون كان تجهيزك لهذه المسابقه ابو مسعود؟ والله تجهيزي تجهيز عادي يعني. انا من فيني طبع يعني الطيره احب انا بنفسي اجهزها، احب انا اشتغل عليها بنفسي. الطير هذا ما غير الشمس يعني واريق الطير وعشيه فقط. غيره حتى قطره ماي سبوح ما سبحتها نهائيا نهائيا ابدا. الطير غير الشمس واريقه وعشيه، وانقلب بعض الاحيان في الشمس خليه مفرع عشان الشمس، بس غيره والله ما دخل فيه. تجهيزكم ماجد المسلماني، بما انك انت الاول في مسابقه الدهم، تجهيزكم حق هذه المسابقه؟ والله يا اخوي فخر ما خلانا نجهز. كنت مشارك انت في هذا التحدي؟ اي والله ما خلانا نجهز كلش والله، وما ما ما ترك لكم نصيب حتى في المسابقه هذه هذا التحدي. والله يا اخي احنا شارين طيور دي السنه، طيور كلها حق علي بن علي، وطيور ما شاركتها كلها ما شاركتها، شاركت بس واحد. طيور البقيه فروخ حرار كلها حاصله. وما جهز ولا طيور. زين تجهيزك حق هذه المسابقه بما انها هي نقدر نسميها سنه اولى في مسابقه المزاين اللي هذه الفئه فئه الدهم والسود. والله يا اخوي اخذت الطير ما اخذت حق مزاين، شاركت مع اخواني. ما اسمعك من الطياره، هذا قريب، هذه الطياره قريب، هاي اول او اقرب طياره مرت علينا في المهرج طول وقت البرنامج. هذه اللحظات شو تمثل لك يا ماجد؟ والله ابارك حق اخواني كلهم، بيض الله وجهكم على البطوله الطيبه، واشكر اخواني كلهم واللي فايزين ابارك لهم كلهم، واللي ما حالف على الحظ ان شاء الله السنه الجايه باذن الله. حمد ملخص سم الله عدوه، كلمني عن هذه المسابقة وتجهيزك لهذه المسابقة وشعورك يوم شفت أو سمعت النتيجة. والله أنا جاي ومجهزين وحاسبين حساب الأول. حاسبين حساب الأول؟ نعم. ما توقعت الثاني؟ ما توقعت الثاني والله، لأن شفت الطيور، لكن اللجنة أكيد لهم نظرة ثانية غير لنا نشوفها احنا، ولهم لهم نظرة يعني في الطيور الباقي اللي معاه، والله يوفقه ويستاهل عز الله. يستاهل. والمركز الثاني بعد المراكز الأولى كلها والربع اللي شارك كلهم فايزين. اللي دخل الغاعة اليوم كلهم فايزين. عطنا علوم طيرك. طيري والله ما عنده شيء معلوم. شو العلوم اللي تبي؟ تبي علوم مقناصة تبغي؟ مقناصة مع تقانص الطير وصايد. ايه. وطير كزخي. سنة. من الشمال. سنة. بكر. وهذه علومه كلها، تجهيزه كله عادي. تجهيزه كله عادي. ما في شيء يعني، بس الطير وافي وطيب وتقاطيعه كلها طيب. هذا اللي يخليك انك تحط انه المركز الاول بياخذه ان شاء الله، مع المراكز الاولى ان شاء الله. يستاهل عز الله المسلماني. يستاهل. الله يجزاك. طيب خلونا نحول شوي على المخلص من المزاين، نتحول على موضوع لان عندنا حلقه بعد الشباب ان شاء الله اللي اصحاب المراكز الاولى، راح نتكلم نخصص حلقه حفلة تسميها حفلة عن المزاين. هل الطلع علومكم يا هل الطلع، انتوا تعودتوا على الحبارة الإلكترونية، فجأة قالوا لكم الحبارة الحية قدامكم، ومسابقة من أزين المسابقات يعني، ما يعني ما تقل جمالها عن المسابقات الثانية، ولكن في الناس يعني خذت نصيب الأسد عن في 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 مهرجان في مهرجان السنة بن هدوان. صدقت. انتم من الليل متجمعين الصبح والفطور الزين ها والعلوم الطيبه. ترى انا وابن هدوان والربع ايه؟ ترى احنا نجهز مع بعض كلكم
الحمد لله. مع فهد مهندي ولا بدون؟ ها؟ مع فهد. مع فهد؟ فهد ما اعتقد معاكم. مستحيل. الله من هدوان صريح، هو يقول لي من هدوان فهد معاكم هندي؟ فهد الله يحفظه، فهد يصح عليكم شمال شمال، هو شمال الله يحفظه مو معنا. سمعت والله يمسيه بالخير. اصلا بين من كلامه مو معنا اصلا. والله يبين يبين. بالنسبه طال عمرك لسؤالك اللي كنت على الكترونيه وفجاه، انا بقول لك شيء بالنسبه لطيوري، والله يا ابو محمد انا طيوري اللي اقنصبها هي طيوري اللي الحبارة الالكترونيه نواف وقبله غنى. صحيح. سمعت اي والله هي اللي اقنصبها واصيد بها الحباري العاديه، وعقبها الله يعيننا على الالكترونيه ذي. غنام هذا موجود؟ غنام يفداك مات العام. تشر بالعوض ان شاء الله. تعيد راسك العوض. والحمد لله العوض اخوانا الحمد لله، واقول لك يعني شو تذكركم هذه اللي والله العظيم دقات قالوا كنا تسمعها باذنك يا ابو محمد. هي ذميت انه يوقف هنا ودك الزمن يوقف. بنسال الربع هل الطلع لبيك طلوع الطير، طلوع الطير الحين طلع على الحبارة الحية مثل شعورك انتو مثل شعوركم وهو يطلع الإلكترونية؟ لا والله مو بسوى الإلكترونية، تدري اذا راح بأمر الله انه بيروح لانه متعود، لكن هنا طال عمرك الحبارة بتخمر، الحبارة بتخب، الحبارة بتتقي. شوف انا تأهل طير المبروك ذا اللي فاز مرتين التأهيل يا ابو عبد الله والله يهون الرب. اللجنة وفروا عليكم شيء على فكرة. وشو؟ الحفر. بيض بيض الله صح مبارك. صحيح ولا لا؟ ها؟ ما قصروا. كل سنة حق الإلكترونية شياول. شياول؟ والله بيروح سنين معاناة ترى. كل حفر ربع. أقول لك محمد، فأقول لك الطير هذا اللي تأهل عندي اللي فاز الله يبارك فيه، والله العظيم حباري الثنتين يمكن شفتهم. يا تخمر يا تخشب ساعة يظهر يمكن 400 500 متر. فمو بسوى الالكترونيه لا مسارها واحد بس ما شاء الله عليه ضايف وما الله يبارك فيه ضايف عندها قريب هو الثانيه لا بالله الحمد لله لكن في النهايه الله يبارك فيها راح تخب قبلها زي اول حبار اشوفها تخب ولكن لا اقول لك السوء الفرصه مو بسوى شيء تحبري شيء تخب ذيك لا فرصتك واحده ربع كلهم نفس الشيء مسار واحد تخمر في نفس الوقت سمعت الحمد لله يعني بالهلي الاخطاء اللي طحتوا فيها السنه في هذه المسابقه مسابقه الطلع وبتعدلون عليها ان شاء الله في الزمان الجاي ان شاء الله كلني يعرف ما فيها اخطاء يعني اخطاء يعني اللي تقولها اخطاء ايه الطير الصايد هو اللي بيروح للحبار لكن تجيب لك الطير مو بصايد يعني حتى لو شافها ما راح صوبه لكن ما فيها اخطاء ذيك الاخطاء لا تقول اخطاء ما فيها اخطاء والله انا اتمنى ابو طالب اذكر عليك انا اتمنى من اخواني اللي طيره ما هو طالع ايه لا يجي يخرب اخوانه قسم بالله تعنا وسرح من صبح قابش من تالي الليل ويجيك طيره ما طالع التكاي غادي مروحه والساعه تشوف طير قد بيظهر مر عليك مخالف عسى ما شاء الله قسم بالله وخرب عندي طير والله مرتين اشوف الحبار مع الظهر نعلم ابو عبد الله تلعوز الساعه تشوف الطير ويحقق قد بيظهر ظهر هني انت ايش قلت انت في اللقطه هذه؟ يا هادي يا دليل اقول يلا نثبت مساره ها والله اللي بعلمك ايش قلت؟ ها ما في ايه حافظها الا ما جات ذيك اللحظه يقول لي الله يذكره بالخير اخوي حماد يقول ما شاء الله اجواءكم يقول دينيه اليوم قلت يا دينيه اللي حافظ القران اليوم بخاتمه طيب الله يذكره بالخير حماد كانت منافسات صعبه بين الهدوان؟ والله صعبه بقول لك صعبه هنا حباره حيه سمعت مسافه ما بسيطه كيلو 500 حسيت بالعصاب؟ لبيه؟ حسيت لبيت منه، حسيت بالعصاب؟ اعصاب انت تخابرني انا احتفل عند الالكترونيه ما بالك حباره حيه صحيح. ويظهر طيرك بتخمر وعاد وين تسوي طيرك طيب؟ وخاصه يعني يوم عندي طير طيب وراعي انجازات ولها في رصيده كم رمز مرض ويوم الله فك له في المسابقه وقد بيطلع ظهر طير احنا بعد مشكله طير جديد تدخل به في مسابقه ومعك طيور قويه عندك ما شاء الله هني بيظهر طيرك يا هادي يا دليل وبتقول شيء نبيك تقول حق المشاهدين وش الشيء اللي قلته انت؟ هذه في النهائي صح؟ هذا في النهائي ايه بعلمك خلنا نقرب نتذكر نسيت صورة النهائي والله شوف ذيك اللحظة حتى اسم ابوي نسيته ها خلنا نشوف هني اذكر الله هني دلت انا لاحظ في عينه هي مدبر هنا الحبارة شوف الزم انا لازم على خويي اذكره ترى
صحيح ترى نشده انا لازم عشان اذكره تسمع واقول له لا تحول وجعل ما يهون هو يا ربعه الباقي ما يقصرون. الله يسلمك لبيك ابو حمد لك السنه رحمن العراق قدامي هالطير لازم يلزم على هالغماره كلهم اللي معه سياره. طيب اعتقد المنافسات متواصله بس احنا راح تكون يمكن صعبه عليكم اكثر. شلون؟ لو دخلوا الفرق ما يسمعوني هالفرق لا ما في صعب ممكن يدخلوا. ما في صعب الطير الطيب اللقن اللي يظهر بسرعه ما عليه فريق ولا بروحه. بس هذه تشوفونها كمسابقه فرديه ولا مسابقه جماعيه؟ هنا؟ ايه اتوقع. والله انا اقول لك بيجي جروبات انا داري بيجي جروبات انا داري الله يقول الله يعين لجنة المعاينة والله يعين اخوي محمد مبارك العالي المعاضيد وربعه وقروبه اللي وياه لام الحميدي واخوياه كلهم الحكام الله يعينهم. زمان جاي من 500 الى 400 طير انا اتوقع جد والله من 500 الى 400 طير السنة الجاية الحين 285 طير يا ابو محمد والناس ترى ما كانوا متوقعين. انا اقول لك السنة الجاية 400 500 وانت يبي لها تصفيات؟ والله الله يعينها حتى السنة ترى بغيت غادي تصفيات لكن الله ستر. وي والله لو تعدت الثلاثين لازم تصفيتين أتوقع الزمان الجاي بيكون أكيد 100% بغادي لها تصفيتين ثلاث بإذن الله قبل النهاية. طيب أبو خلف وأبو عمير وعبد العزيز تكلم عن الدعو السنة. أنا أول شيء قبل لا أتكلم عن الدعو أنتم كفرق ممكن تدخلون الطالع؟ ممكن أنا غير ممكن أنا غير ممكن. أنت غير ممكن لأن أنا جربته من قبل. إيه صراحة تتعب ما تقدر تتعب متعبة أصعب صراحة. من الدعو؟ لا ما تقدر على الدعو وعلى أنت قلت متعبة قلت أكيد أنها أصعب من الدعو. لا متعبة لأن مع الدعو وأشارك في الطلع في نفس الوقت يعني أنت لازم تختار لازم أختار تختار مسابقة إيه ما أقدر أنا عن نفسي أقول بس أنت فريق أنت فريق يا أبو عمير فريق أنت فريق محتاج ناس معي إذا انضموا معي ناس تخصص دعو طالع ما عندي مشكلة. يا عندك أنت تخيل واحد إي 1970 شارك طلع مبارك راشة حنا الله يسلمك قدك السنة شاركنا في الطلع وجابنا هدوان أول سنة وجابنا هدوان الأول وأنا جيت الثاني صحيح 2011 والطلع ثراه يعني كان نسبة كبيرة أسهل من الدعو يعني طلع يبي لك إنك تركض طيرك صقر يركض طيرة يعني في بعض الفروخ يمكن أخير من القرانيس اللي شاركت بعض عند يعني عند الناس اللي خربوا على الناس اللي عندهم طيور طالع صحيح يعني تتفق مع ابن هدوان شو اكو يعطيك ابتسامه لا في 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 انا اقول لك الطيور خربت لان طير يظهر عاده ما شاف الطير يعني بعضهم يهد طيره مو بشايف بعضهم يروح الباب زي الطير ما شاف عشان يروح الباب اي والله يعني احنا نشوفهم يعني واضحه بينه يعني ممكن نسمع ان في فريق لوسيل السنه الجايه لا احنا والله مو مركزين على الطلع صراحه انا اقول لك صراحه مو مركزين لان انت عندك تدريب الصبح بترد بتروح تطلع متى العصر الضحى وقلايل متى بترتاح وصابات وصابات وبعد يبون سنيار ادري متى بخلص فريق مظلوف. شوف هذا فريق لوسي هاي باي شوط شوط النخبه شوط النخبه ذي هذا الاول هاي الاول هاي اللي ياب 16 صحيح بعضهم شكك في التوقيت والله هو شوف التوقيت اللي حطينا له فوتو فينش انتم بيض الله وجيكم حطيتوا الفوتو فينش الطير قبل لا نهده معي خليفه بن مبارك العسيري حد قال لك الرقم مو صحيح؟ في ياتك مسجات؟ لا ما حد قال لي سمعت؟ لا ما حد قال لي ابو سعود انا والله كنت في البيت اتابع ويوم راح توقعت انه يمكن في بدايه ال 17 شيء لان الشاشه غير لكنه اللي قطع عليهم هناك اتصلوا لي قبل لا يعلنون شوف كم ملق يوم ملق الصبي كم توقيته 17:800 يوم وصل عند الصبي 17:800 يوم وصل الصبي يوم عاد ما ظهرت هاي ما ظهر في الفوتو فينش كلمني واحد قال لي عبد العزيز الطير كاسر ال 17 يعني قال لي كاسر ال 17 يقول احنا هناك عند الساعه الطير ملق 17 طير ملق 17 ملق في 17 يعني طير اكيد انه كاسر كاسر عوامل الجو ترى ايه عوامل الجو الهواء هالشكل كان ايه كان دابر الطير انفرط من يدي راح شرب الهواء شيء بسيط وعود دابر واستفاد من الهواء اكبر استفاده وهو رايح يوم قده في الثلث الاخير رجع نحر شوي وهو مرتفع ورجع دابر مره ثانيه
فهو استفاد. سبحان الله يا طلال، قبل النخبة بيوم أسألف أنا أخوي بخلف قال لي يا مركزين عندكم مركز عندي، يا مركزين عندي مركز عندكم. هم مقسمينها أنتم؟ والله والله صحيح، هذا تحليلي أنا قبل الشوط. يعني أنا رحت على المعطيات للطيور صراحة اللي أنا أشوفها. هذا طيرك ها؟ إيه نعم، هذا الحوت اللي أخذته من عند أخوي محمد بن راشد الله يمسيه بالخير. إيش تعني لك هاي اللحظة قبل الانطلاقة؟ إحساسك، شعورك؟ والله صدقني طلق. شعور بن راشد أخطر من شعوري ذاك اليوم هو في الإثناء. ها نعم. وانت على الشاشه من ورا الشاشه؟ والله اعصاب 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 صراحه، يعني في لحظه الشوط اسلفني عبد العزيز لطير الطير وانا اسلف وياه. انت يوم كلمتني قلت لي انا قبل شهر ما كانت او قبل 20 يوم ما كان عندي طيور مسابقه. ايه احنا بالضبط يعني دخلنا في هالمجال وصارت المشتريات مع مهرجان البرثة. يعني شرينا في مهرجان البرثة مع النهائيات، وبسعود هو احد هو اللي دخلك في المجال هذا. والله تقريبا انا والله انا اللي نشبته في المسابقه. نعم لكن والله طلال جزاه الله يستاهل. يعني انا الطير هاي الحوت كنا حن يعني حاطين البال عليه، وكلمني حتى اخوي بخلاف ورشحته له، قلت له الطير قبل لا يسبق، تذكر يمكن قبل البرثة. نعم صحيح، قلت له الطير هذه خطير، هاي الطير يتطور وبيدش، الطير ذي بيدخل وله كلمة في الأشواط النهائية. وإحنا كنا ثرى على التلفون الشوط شقار، وإحنا أبد نرشح ونقول هاي بيجيب وهذا، وفي دبوزيت في دبوزيت وكل شيء. بخلف كلمني عن هذه المسابقة، مسابقة الدعو، ايش سويتوا السنة وايش بتسوون السنة الجاية؟ والله شوف السنة الجاية إحنا مطالبين أكثر من اللي سويناه السنة. إيه؟ لكن ان شاء الله السنه الجايه بنكون لامين في جميع المسابقات. انتوا اعتقد انشئتوا فريق السنه، فريق بظروف ها؟ صحيح. هو الفريق يعني ممكن حتى الاسم يتغير، يعني تكون فيه مفاجاه ثانيه بعد. نعم تقريبا بيزيدون الاعضاء. لا الاعضاء هم يعني المعترفين، يعني سالم بن خلف الله يذكره بالخير واخوي محمد بن يوسف، وبعد هي اشخاص يعني ما ابي اصرح حاليا. اوكي طيب، فابغيها مفاجاه معنا. ترى انا ممكن اكشف المفاجاه للعلم، اتوقع ممكن عندك خبر عن المفاجاه يعني عن طيب بخلف بتدخلون انتم كفريق بتدخلون الطلع؟ الطلع وهدد التحدي الاثنين. نعم، لان اللي صار في نهائي هدد التحدي يعني اقول في خاطري ليتني دخلت، واللي صار في نهائي الطلع يعني اقول ليتني كنت انا موجود. يعني ف بديتوا تحركاتكم؟ الطيور موجوده، الطيور طلع والله موجوده في الميلس، الطيور المقناص انا اشوفها هذول يبتسم، الطيور موجوده في الميلس لكن يشرهنا والله يشرهنا طلع. شوف اكو بدأ يحاولون عليكم الربع ساعات اخوي، اذا منافسين كبار مثل اخواننا وقربات الربع الله يجزاك الله يوفقهم، وبيض الله وجه اللي رد الحبارة الالكترونيه جمعيه القناص والربع كلهم. نعم انا توني بتكلم عن نقطه الحبارة الالكترونيه. اي والله يعني يوم صارت الحبارة حيه شفت دخول كبير. يعني حتى لو واحد يقول لك حبار الكترونيه ما بخرب طيري، فوزها غير اي هذا اي مشراف الحبار اكيد قدامك يعني مثل يعني حتى الحبار الحيه اي واحد ما له هوس انه يعني تقول هو في فريق ولا يشارك ولا صحيح. يعني كل واحد عنده طير طيب يطلع عنده بيشارك في حبار الحيه. اي واحد اي حد يعني سواء قانص ولا اي واحد عنده طير طلع طيب بيشارك به، اما الالكترونيه ما متعني. كلمني عن هذا الشوط الثالث في النخبه او عن هالهدد. هذا الشاهين عندنا في نص الموسم مرض عندنا ذي، والحمد لله انه يعني توفق اخر على اخر الاشواط. يوم ما انا شفته قام يعدل في نتائجه، دش خامس الحمد لله ودش ثالث في النهايه. طيب اقتراحاتكم بامير عن هذه المسابقه شو اللي تتمنونه؟ اعتقد ان السنه في بدايه تغيروا الاصناع، اعتقد تغير عليكم التفاعل معاكم بخاتم وصارت الامور افضل لكم انتم كمتسابقين خصوصا اليوم الاول. انا كنت اطالب بالميدان الثابت الصراحه. اول شيء عندك مكان تقعد فيه ترتاح انت ويا طيورك، لكن الهواء يكون عليك وعلى الجميع، ناحر دابر مشايس عليك وعلى ربعك، يكون افضل اريح لك انت وحق طيورك يكون اريح. الربع حطوها لنا، بس الصراحه كنت اتمنى من زمان انه يفتحوا لنا شوط الجيرات الصراحه. شوط الجيرات راعي الدعو هو سباق سرعه، وانت بالسرعه والسرعه في الجيرات الصراحه. انا ابي اشارك يعني ابي لي طيور سرعه، لان انت قاعد تسابق التيم وتبي تكسر التيم، هي سباق سرعه وتيمات.
وبخصوص الشواهين كنا احنا نعاني ترى مع الوحوش، شواهيننا ما تخلص. الشاهين يقعد عندي سنتين ثلاث ما شارك به ليل غسل، عقب ما فتحوا لنا التفاريخ الحمد لله. هذا يعني من اكثر المطالب اللي كانت يعني انا اطلبها ويطلبونها ربعي يعني، ولبوها الربع الله يجزاهم، بيض الله وجيهم. نعم. بيض الله وجيهم ما قصروا. طيب شنو المطلوب حق هذه المسابقه ابو خلاص اقتراحك؟ والله انا يعني انسى حين الرسائل، انت موجود الحين فرصه. نعم انا قلت لك هي مبدا الطيور اللي عن لجنه المعاينه او الطيور اللي طارت او الطيور المتاهله او الابطال، يعني ممكن انها تستبعد، ممكن كلام الربع ذاك اليوم صحيح، ممكن دخلت وياكم في التلفون كلام اخوي ابو خاتم الله يذكره بالخير صحيح، يعني ممكن فارغ لي قرنس غادي واضح، يعني حتى رعي يمكن ما يجيبه عند لجنه المعاينه صح ولا لا، لكن نتكلم عن القرناس اللي خالص هذا طار قرناس، وهذه النقطه اللي انا يعني بس اركز عليها يعني. طيب ابو خالد سلام الله كلمني عن هدد التحدي السنه. هدد التحدي الرابع ايش قالوا؟ قالوا ان المسابقه فقدت بريقها في البدايه، يعني خلي اليوم الاول اللي صادوا خمسه عقب شوي بداوا الناس يتملون من المسابقه، ولكن بين قوسين ولكن اليوم الختامي كان ختامه مسك. اليوم الختامي يا طلال كان مميز جدا السنه هذه بالذات، لان الناس صادت، الناس تلومست، فرحوا الشباب بالاكسيزين طبعا، والمتاهل الثالث اللي هي ال 100,000، الفايز الثالث 100,000. فالسنه هذه الحمد لله رب العالمين يعني كانت من احسن السنين اللي راحت، لان الشباب خذوا الاكسز، كل سنه تروح عليهم الاكسز، لكن السنه هذه كان كلام غير. كان تجهيزكم ابو خالد؟ والله تجهيزنا الحمد لله الله موفق سبحانه وتعالى، دشينا بكذا طير والحمد لله رب العالمين، توفيق من الله تاهل عندنا واحد من الطيور اللي هو تاهل، والحمد لله رب العالمين نومسنا بالاكسس. نعم. طيب نتذكر وياكم الثالث والثاني والاول اصحاب المراكز الثلاثه الاكسزين وال100,000 في نهائي مسابقه هدد التحدي. اما الان مع اخر متسابقين لهذا المساء، اخر طير في مرمي، انا في ظن ما خابت ظنوني نومس كل ما هد اخويه، يقول لصاحبه سمعا وطاعه حدز له في المراكز الاوليه، تكفى يا ظن فوق العجمه ابو حمد، يحول يحول الحمامه تحته، حول اذبحها اذبحها حاتم احمد، بيروق 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 علق 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 ما شاء الله، اشتار 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 اشتار، تكفى يا ابو حمد يا موت استسلم، يلا هنتعينه يلا تكفى تكفى، جمهور وقفوا تكفون يا جمهور، المنصه كبدي كبداه طريق مسكر، عاده يطرد الطير لحد يدعي ولا حد يدق هرم، تكفون يا اخواني تكفون يا الربع، يلا هنتعينه يلا هنتعينه، ردنا غرب ردنا غرب ردنا يمين 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 يمين، يلا هنتعينه يلا كفو 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 كفو، ألف ألف مبروك يا فريق الجودة، ألف ألف مبروك الجودون كفو. أما الآن مع متسابق قوي جدا وفالك التوفيق يا أخوي محمد بن صالح بن حمد القمرة، والطير اسمه الخويا، بيحلق الطير هذا بيحلق محمد سعد رمحي، خلك قريب تذكر 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 يا ابو سعد، الطير لاحق، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على راغ، شوف الاعتيار سيامن سيامن سيامن، رد له على المنصه بيحلق علق سيامن يا ابو حمد سيامن، بيحلق 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 بيحلق، استسلم استسلم يا عبيد استسلم يا عبيد، بيحلق ما اشتغلنا عبد، علق 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 اجبرت، لا لا ما بعد اجبرت، علق تكفى علق اجبرت ولا ما اجبرت، ياسر ياسر يا ابو حمد واخو علي ياسر ياسر، الله تعينه يا الله يا الله تعينه يا الله يا الله تعينه يا الله، اخويا علق يا اخويا، وقفوا يا جمهور تكفون وقفوا، بيردها للمنصه بيردها بيردها، وقف وقف يا من ياسر ياسر ياسر، يلا هنتعينه يلا يلا هنتعينه يلا يلا هنتعينه، أربع جبنت أربع جبنت، شافوا يا الربع ردها على المنصة ردها على المنصة، علق يا شلش علق يا أخويا علق يا أخويا، ما شاء الله جبنت تجبن تجبن أربع تجبن جبنت، تكفى اذبحها
اجبرت على مرهاي اجبرت والف الف مبروك عند الجمهور وصباح الجمهور بعدي القمرة بعدي القمرة انت يا عبدالله متسابق رقم ثلاثة تركي بالنار متسابق رقم ثلاثة علي بن سالم بن علي الشواني الهاجري والطير اسمه عوض ما شاء الله وليلى طلعه والجنوب طلعه والجنوب طلعه والجنوب يلا انتعينه يلا روح جنوب يلا انتعينه يلا تبهوا يا اخواني اللي على المكنكر تبهوا اخوانكم مبني عليكم يطرد لهم طير روح ابو حمد روح روح تعمد اني اروح منها شويه ابغى سعود ابغى استمتع بتعليقات سعود روح ابو حمد ترى عاده يطرد ويعطر وجهه لكن ان شاء الله انه يلحق ويصيد معكم فروخ الشواهين اصحاب الجوائز في اليوم الختام او المسابقه النهائيه في مسابقه هدد التحدي واللي حطموا الرقم القياسي في اليوم النهائي لهذه المسابقه سعود بن عبد العزيز ما شاركت هدد التحدي شاركت متى شاركت اي يوم 18 18 قرب المايك يبا عشان يسمعونك لحظه خل ابو معلك امر ابو سعود ايه خل على راحتك يلا قول شاركت يوم كم 18 يوم 18 ايه. ها ايه. وكم طير في هذه المسابقه واحد بس واحد ايش سوى صف ها صف شبت مقصر طيب السنة الجاية شلون؟ إن شاء الله السنة الجاية عندنا ترتيبات زينة إن شاء الله ندخل في مجال الدعو بإذن الله إن شاء الله إن كان حصلنا طير طيب للمزاين بعد إن شاء الله بندخل فيه وإن كان حصل شيء بعد حق الطالع بعد إن شاء الله بندخل بس أنا المصادر اللي عندي تقول إيه تقول إيه إن أنت مجهز فريق حق الدعو نعم إن شاء الله السنة الجاية بإذن الله وإن شاء الله بنكون من الأرقام الصعبة بعد نعم ان شاء الله جايه ان شاء الله باذن الله ابو خلف انتوا تلفتون على بعض تشوف ونشد من كم يوم في المضمونه عندنا الاخبار كلها عندك ها عندي الاخبار انت ابو عمير وابو سعود لا انا وعبد العزيز ايه هو تاكد ان لوسيل ما يتلفت نعم اكيد اللي بيفوز ونبارك له هي ناموس واحد ترى بيننا وبين اكيد ما في شك بس يبا شوف ما تلفت شوف هذه السوالف الدبلوماسيه هذه خلها احنا بقول لك شيء لوسيل دوم يحضر وانت يمكن تلاحظ احنا ما نشوف السنه حتى ما دشينا في فروخ الحراره يدش بشيء عدل ولا احنا ننسحب من الشوط الحمدان شعلومه الحمدان الحمد لله يسلمك محاول على القرايل يربب العقاب الحين طيب يقولون عندكم مفاجاه في القلايل السنه والله مفاجاه مسوين اوردر من تايلاند ما شوف انا طحت انكسرت ها لا الاوردر اللي مسوين طلب ما ادري وش بيجيبون لكم في بتشولتات شابه في الليل طيب حد عنده اقتراح في الطلع شباب الطلع ابن هليل اتمنى من جمعية القناص انها ترجع لنا مسابقة صفري مسابقة؟ صفري اي تحط شوط للنخبة نعم شوط النخبة نعم. في صفري؟ نفس 1-11 لا في مرمي في مرمي تقصد لا النخبة آخر شيء نخبة في مرمي؟ نخبة في مرمي آخر شيء انت بس تكلمت على صفري انا اتكلم عن صفري ايه يردون هنا لأن الشباب مجهزين طيورهم بعضهم جاهزة من شهر 10 نعم مو بداري هي في 1-11 المسابقات لا في مقناص ولا في شيء صفري 1-11 صفري والقانص في آخر 11 27 آخر 11 طيب
كلمة أخيرة بن هدوان. إن شاء الله قعدنا إن شاء الله نجيكم مرة الزمان الجاي نفس المكان ده. وأشكر اللي رد الحبارة الحية لأنها 2010 كانت حبارة حية تخابر يا طرب سمعت عقب حط في الكرة فأشكرهم وأشكر إخواني كلهم جميع القناص على رأسهم أبو خاتم وبيض الله وجهكم وأبارك لإخواني كلهم مرة ثانية والله يوفقنا وياكم دنيا وآخرة. أبو خالد الله يبيض وجهك على جيتك ومبروك مرة ثانية لكسز ونبي تكرر هذا الناموس إن شاء الله في الزمان الجاي إن شاء الله يتكرر بذل الواحد الأحد الزمان الجاي إن شاء الله. وأنا بعد أبي أشكر القائمين على المهرجان كامل على رأسهم أخوي أبو خاتم وأخوانا اللي معاه كلهم الطاقم كامل على نجاح المهرجان والسنة غير عن كل سنة ما شاء الله والحمد لله رب العالمين. طيب جزاك الله خير أبو خالد. خلونا نأخذ هذا الفاصل ومن ثم نرجع ونسالف معاكم عن الجوائز. اهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد متواصلين معاكم مع ابطال نسخه المهرجان التاسع. انضم لنا سعد عيسى الكعبي الثاني في المزاين هذه السنه في هذه المسابقه. شرفت محلك بربك اخوانك ابو عيسى. الله يرحم والديك يحييك يسلمك. توقعت هذا المركز ابو عيسى ولا؟ والله التوقع في المزاين صعب يعني لكن ما شاء الله طير قوي وكنت متوقع اكون في المراكز الثلاثه الاولى ان شاء الله. ان
ايش علوم الطير؟ والله الطير هذا طال عمرك طار حيران. ايه. ومشتراه من السعودية آخر الوقت السنة اللي راحت. آخر الوقت؟ السنة الزمان اللي راح. نعم. توقعت إن الفروخ تقلب الطاولة سنة؟ والله ما في شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل. إيه. يعني أول شيء أبارك حق إخواني اللي فازوا كلهم، وطبعًا أبارك حق اللي هم ربعي واللي معاي طبعًا عيال عمي اللي هو إحنا نطلق عليه فريق الجساسية إن شاء الله. فريق الجساسية. إن شاء الله. لا بدت الفرق يبى تنتشر. يعني اعتقد ان بس يا رب ما يدشون الدعوه فريق الجساسيه. إيه. حق ايش يا كل شيء دعوه وطلع كل شيء. نعم نعم بس اعتقد ان ابو عبد الله الفرد ضاع حقه. يعني بتشوفوا الحين ليش يضحك من هالدوان؟ هو فرد بن هدوان بطل والله ما عليك منه. إيه. ولا عليه منهم ادري ها هو عن فريق بن هدوان الله يبارك. لا شوف هاي دبلوماسيه الله يبارك مشارك قاعد ترقعونا ما ترقعونا دائما الفريق يضيق على الفرد. عندك فريق كامل صحيح اكيد الفريق اقوى من الفرد، لكن اذا كان الفرد بطل وبن هدوان وبن هلي الابطال هذولا ولندمجوا بعد مشكله يعني بيسوون فعل قوي يعني. الله يطول عمرك يرحم والديك. ضم لهم عبد الله بن راشد بعد. عبد الله بن راشد اي ضم لهم بالطلع. ابو عيسى طيرك مقيضه في البيت؟ لا والله طيري مقيضة عند المبروك اللي أنا قاعد مكانه. إيه. أخوك زامل بن علي. زامل بن علي. إيه نعم. زامل لا مكانه مكان بسعود. بس. عيد. ما تشوفه دائما بشباك بسعود اليوم. أشوف الحساسية صارت. الله يمسيه بالخير بعدي. وهو طبعا يعني أراه دوم صراحة يعني تجذب الناس يعني في يختار أراء. طيبة سواء في الدعوة ولا في هدد ولا ذي فهو له نظرة. شلون كانت مسابقة المزاين السنة في وجهة نظركم أنتم؟ خلا أخذ وجهة نظر محايدة. والله يا طلال حن عندي أنا طير دخل في المزاين دش من المراكز الخمسة الأولى في السود. لكن الطيور طيبة ما تقدر تفرقها من السود مش اللي خيار فيها. اللي اختاروها صعب إنك تختار فيها. لكن في الطيور يعني اللي أنا أشوفها صعب إنك تميز بين الأول والثاني والثالث. في الطيور ذي طيور الشقر والبير لكن الفارخ الله يبارك من دشينا الناس كلها تشوفها والناس كلها تصوره. نعم. وكان هو اللي مرشح اكثر. هو اللي مرشح والله انا اللي اشوفه اغلبيه الناس يعني انت دوم شيء يسحبك صوبه ينظرك يروح صوبه. نعم. فاكيد انه هو اللي مرشح. ابو عبد الله الاكتاو هذه لقرنس هذا في غدي هذا الله يسلمك تكلمنا عنه في القاعة. إيه؟ هذا الحر الأصيل. وهذا اللي احنا نقول عنه الحر الأصيل. اللي هو يعني ما كره من أكتاو على كازاخستان على تركمانستان على يعني هذا يعتبر من الطيور اللي أول أهلنا يسمونها الطير الفارسي. هذا الطير طرح أكتاو أنا أقول السنة الجاية أخذ الأول السنة هذه أخذ الأول لكن تضروه السنة الجاية إن شاء الله لقرنس بإذن الله بارك فيه ويخليه الراعي. نعم. إن شاء الله هذا بيصفى ويكشف أكثر وأكثر من كذا وبغدي يعني بغدي من خيرة الطيور في اللون ودرجة اللون بغدي من الطيور البيض. إيش تميز بهذا الطير أبو عبد الله؟ تميز بصفاوة الوجه وما في مدامع. أباطة من داخل لو يشوفها من داخل أباطة بيض كان عشان هذا البياض هذا يعطيه درجه زياده بعد في اللون يكشف منها اكثر. شوف عندك الباي بالذيل شوف الباي بالذيل اللي من الريش الابيض اللي يقرضه ابو سلطان في الشواهين هذه يسمونها الباي بالذيل. هذه شوفها بيضه ما فيها شخوط ما فيها شيء هذه بعد ميزه. شلايل الطير هذا شلايل ابيض هذه بعد تعطيه ميزه اكثر. اصبحت عاتقه اصبحه هذه اللي من تحت راسه يسمونها اصبحه هذه هذه شوفها بعد بيضه هذه تعطي بعد ميزه اضافيه كتقييم لجنه. طير ما شاء الله يعني هذا الطير فيه تناسق قوي طبعا اظهره فيه دق وفيه رش بيكون اظهره ان شاء الله الزمان الجاي بعد فيه رش بتكون حواف الريش ان شاء الله شقره وتميل للبياض اكثر الحواف اللي حواف الظهر.
وان شاء الله الدق اللي بيكون فيه بيكون فيه دق ابيض، ما هو يعني ما هو فيه يعني بتكون للبياض للشقار اكثر واكثر. بشكل عام شلون كل شفت الطيور انت ابو عبد الله؟ الطيور اللي في القاعة كانت الطيور نخبة ما شاء الله 85 طير من الطيور الدرجة الأولى من 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 فرخ إلى قرناس، لكن الفرخ هذا وفي فرخ ثاني بعد كانت من الفروخ المميزة جدا، في قرانيس 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 بيض وقرانيس من الدرجة الأولى وطيبة. أنا يعني في ظني واعتقادي أن اللجنة وفقت في اختيار وتقييم الطيور بالنسبة للطيور هذه الشقر أو الطيور الدهم، اختيار كان جيد بالنسبة لي رأيي أنا، اختيار اختيار موافق جدا، يعني عطوا كل واحد حقه. تبقى آراء مختلفة، لو آراء مش مختلفة ما حطوا خمسة أشخاص للتحكيم. طيب نشكركم على حضوركم، ودي أن أخذ معاكم أكثر وقت أكثر، ولكن تسمحوا لي وقتنا ما يسمح لنا في اليوم الختامي للبرنامج. عاد عندنا رئيس مهرجان أبو خاتم، وعندنا رئيس المزاين والشباب النجوم اللي عندنا، وخلكم على برنامج عندنا، خلكم على قناة الكاس 2، لا تروحون بعيد، انتم تطلعون هنا شوفوا الكاس 2، لا تفوتكم الحلقة اليوم. ابن هدوان كلمة أخيرة. ربي يطول عمرك، بيض الله وجهك، بيض الله وجه كل من قام على الشغل، وصدق السنة مرمي غير في كل شيء، لا في الطلع، لا في هدد الشاهين، لا في المزاين، الله يليهينهم، بيض الله وجيهم، ما قصروا. أبو بن هلي أشكركم، بيض الله وجيهكم، وأشكر جمعية القناص على على الترتيب الطيب، بيض الله وجيهم، ويستاهلون نومس الربع اللي تنومسوا، والفال الأخوان الباقيين اللي ما تنومسوا. ماجد كلمة أخيرة. الله يبيض وجهكم وعز الله ما قصرتم. حمد الله يجزاهم خير وما قصروا، وبيض الله وجههم على المهرجان الطيب، احنا راضين على المهرجان كامل ما قصروا، تستاهلون كل خير. تستاهل شيخ عبد العزيز. حبيت أشكركم وأشكر جمعية القناص على رأسهم الشيخ جعان بن حمد الخليفة الثاني، وأهديه الفوز وأهديه الناموس وأهديه الطيب بعد، وجزاكم الله الخير. سعود شو تقول السنة الجاية مشارك إن شاء الله؟ وشو؟ شو بتشارك؟ مزاين. ها؟ مزاين الدعوة. مزاين الدعوة. الله يوفقك يا إبا إن شاء الله. أبو عبد الله. طبعاً أول شيء أشكر سعادة الشيخ جوعان بن حمد راعي المهرجان على رعايته للمهرجان، أشكر أخوي علي بن خاتم رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان مرمي، أشكر اللجان كلها القائمة على البطولات. مهرجان كان مميز في بطولة الطلع، كانت بطولة مميزة، بطولة الدعوة أهني الفائزين في بطولة الدعوة أخواني بن هليل وبن هدوان، أهني أخواني اللي فازوا في الدعوة فريق الوسيل وأخوي حمد بن خلف، أهني أهل المزاين اللي فازوا بالمزاين الشيخ عبد العزيز والأخوان كلهم المسلماني والربع قال منخس أخوي الكعبي، أشكر قناة الكاس طبعا على نقلها المتميز برنامج العنة بتقديمك يا طلال، تميز من تميز لتميز، هني الجمهور على حضوره على شوفته للبرنامج الناجح والمهرجان عامة الناجح. الله يجزاك خير يا أبو عبد الله، وشرفتنا من خلال هذا البرنامج. أبو خلف والله أحب أشكر صاحب المهرجان وراعي المهرجان سعادة الشيخ جعان بن حمد وجمعية القناص وعلى رأسهم أخوي بخاتم المحشادي والغائمين على المهرجان، وأحب أشكر قناة الكاس وبرنامجكم، وأخصك أنت بالشكر أخوي طلال اللي استحملتنا في الشهر كامل. واجبي. الله يجزاكم خير وأبارك حق أخواني كلهم، كلهم إن شاء الله نشوفهم السنة الجاية إن شاء الله كلهم هم طيبين وبخير بإذن الله. بإذن الله. تجهيز يكون من الحين ها؟ نعم تجهيز من الحين. وبخاشر بن هدوان الزمال الجاي إن شاء الله. أبو عمير. أشكر راعي الحفل سمو الشيخ جوعان والربع اللي هو أبو خاتم محمد عبد اللطيف رئيس اللجان العاملين على المهرجان كامل، قناة الكاس على نقلكم، بيض الله وجيهكم وما قصرتوا، عز الله أنتم على ما قال تمثلونا وتوصلون صوتنا. واجبنا.
وأهني الفايزين كلهم الإخوان اللي في الطلع وأهل المزاين يستاهلون. أبارك حق كل الربع اللي فاز. دبزت أبو سعود. والله أشكر صاحب المهرجان اللي هو الشيخ جعان بن حمد الثاني، الله يبيض وجهه. كل سنة حنا نشوف تطور في مهرجان مرمي بشكل كبير. وأشكر رئيس المهرجان اللي هو علي بن خاتم المحشادي ومحمد عبد اللطيف المسند، رؤساء اللجان، كل واحد اشتغل في المهرجان نوجه له شكر. ومبارك حق كل الفايزين كلهم اللي هاي. ونشكر قناة الكاس، هي صراحة الناغل، سواء الواحد اللي في البيت ولا اللي في مكان، الناس تتابع في تليفونه في كل مكان، واللي برا والله يبيض وجهكم. وان شاء الله وما نسمع الا كل علم غانم وكل علم طيب. مالنا فضل. أيوة واجبنا مبارك. الحمد لله. ابو عيسى. طبعا انا في البدايه اشكر راعي المهرجان الشيخ جوعان، وطبعا اشكر جمعيه القناص من كبير وصغير في الجمعيه، واشكر قناه الكاس على التغطية المميزة. والله يعطيك العافية أنت يا طلال المشاكس في العنة، الله يعطيك العافية. طبعا احنا المشاكسة هذه ترى تتطلب مع الشباب اللي بتشوفونه بعد شوي. اي هذه مشاكسة لصالحكم انتم. الله يجزاك خير. الله يحفظك ان شاء الله، وكل عام انتم بخير ان شاء الله. وانتم بخير. مشكور يا ابو عيسى. كبشروا النخبه يا الربع اللي احنا طبعا المزاين والفايزين اللي احب احط لكم اياها. هذا طبعا مهرجان، هذه بطوله المزاين الحر الاسود والادهم، هذا اصحاب المراكز الثلاثه الاولى وجوائزهم اللي واضحه عندكم على الشاشه. كبشروها. وهذه طبعا المزاين الحرار البيض والشقر، ايضا اصحاب المراكز الثلاثه الاولى. شوط النخبه الدعو، هذول اصحاب الثلاث مراكز الاولى في الشوط النخبه. وايضا بتجيكم المسابقه، هي مسابقه الهدد التحدي، هدد بتجيكم، هدد التحدي اعتقد. هذا طبعا الفائزين في ختامي هذه المسابقه، مسابقه هدد التحدي، اصحاب المراكز الثلاثه الاولى الاكسزين وال200 الف. وايضا مسابقه الطلع، هذه مسابقه الطلع اصحاب المراكز الثلاثه الاولى فيها. وطبعا هذا اللي اتحفونا هم، وايضا حتى نقول لهم الف الف مبروك وحظ اوفر للي ما حالفهم التوفيق في هذا الزمان، وان شاء الله انه يحالفهم التوفيق في الزمان الجاي. قدمنا لكم ابرز الاحداث من 31/12 الى تاريخ 7/1. الحين راح نكمل ابرز الاحداث اللي صارت معاكم الى 17/1. شوفوها معنا. اليوم احنا وصلنا 700,000 ريال، اللهم زيد وبارك، بعد ما زبن فريق تيوتا حمامة فخرو تحت المنصة. مبروك يا فريق تيوتا، ألف ألف مبروك يا فريق تيوتا، الترجم يا حبيبي، الترجم يا حبيبي. مهرجان بورصة، هو يرفع سعر الطير، هو ينزل. احنا نتكلم عن التفاريخ ابو محمد. ابو خاتم. والله اعتقد انه صحيح بورصة. بورصة؟ يعني في واحد من الطيور انباع ب 110 ما شاء الله. هدد الفرخ الشاهين اللي ما طار له شهرين ولا ثلاثة شهور على حمامة عمرها 4 سنين أو 5 سنين، خذت من الخبرة وخذت من الكفاءة. احنا ندري ان الشيء اذا قد فيه تنافس ينظلم الطير قوي، هذه فيها ظلم الطير، ما فيها واحد اثنين. اي واحد منا عنده طير بيقبض القاع ودي لنا سبوق، والله ما دخله في هذا التحدي. فروخ السنة وهدوها للناس، لا تعطيني 100,000 تأهيل، عطني 30,000 مثلا. اذا كانت في نية حق اضافة اشواط، نتمنى والله اضافة فرخ الجير وفرخ الشاهين. احيانا يكون طير وحش على بطنه وظهره، ها، لكن لان حسب الظروف صاد بدري وجاء فصار شكل تفريخ، حطه مع التفريخ. معناه ظلمته وما حضرت علشان طيري، كانوا بيجتمعون عليه الربع، فانا ما ابغى ادري بصوتي صراحه. اذا ما دام في حمامتين طارت ان شاء الله ما راق، ان شاء الله ما جاها. لما في حمامتين في الجو الطير يخاير ويقدر السرعه بين الثنتين. دام انه في الجو حمامه غير حمامته يعادله يعادله رجاءً، كلمه ظلم
هاي اجتهاد من لا لا تظلم الطيور من الوقت إيه يعني يظلمها ايوه او تظلمها للطيور الثانيه إيه؟ نقول ايوه اي نعم احنا ما نكلم اشخاص إيه وايد وايد حساس اي نعم لا تخلى طلع خيره المسابقات ترى وخاصه عندنا احنا شمال ارضنا حجاره ما فيها قصص الطير طالع هو اللي يساعدك في المقناص هو اللي يشوف لك الحباري فريس سعره فوق طاير طاير فوق اكني والله اني شايفه وادريبه انه دش على ايام البيئه على وزير البيئه ودشوا على الصحه على زياره وعلى على فرهود ويتكلموا معاه ما الحين يقول لكم كتاب لكن من غير كتاب راح لهم المسابقه هذه من اصعب المسابقات في مهرجان مرمي الطير اللي مو بصامل على على طلعه ولا طلعه مو بوكاد ما راح يشوف اليوم عندنا ذكريات اللي هي مقناص مع الوالد السقار محمد بن راشد بن جعيثين الدوسري والله المقناص يعني لي كل شيء انا بالنسبه لي حياتي كلها في مقناص من سنه 76 وانا مقناص راشد من الناس اللي يملك الخبره في مقناص سواء في قطر ولا برا قطر انا قد قناصت وياه ونعم الرجل ونعم الاخوه هدد اليوم شكل ثاني كان اعتقد المجموعه اليوم جدا طيبه اليوم متاكد من طير انه بيصيد ما شاء الله وكافو الغانم عوايدهم كل سنه لازم لهم بصمه يعني ممكن عبيد كله عياده عبيد يمكن يقول لك ما يصيد بس سي عبيد فخر وطلب اعاده المفروض ان انت تتصل بعبيد الحين نعم المفروض تتصل فيه وتشوف تاخذ رايه في الكويت حققوا شباب قطر المركز الأول بمزاين الخليج في البطولة المقامة حاليا هناك أول من فرق في الحبارة الإلكترونية بن هدوان صحيح وأول من فرق في الحبارة الحقيقية الحبارانة بن هدوان فيها استمتاع أنا بالنسبة لي كمشاهد أستمتع فيها أكثر بس فيها نقطة واحدة ناقصتها. وش هي؟ فتح مجال لإخواننا الخليجيين لو بشوط ثاني. تبي تشتري طير؟ في طير من الأربعة في مواري سبك. لكن ما تدري أي واحد فيهم يطلع. لابد من الطير. طالع على الصقار. بس في كلمة واحدة أنك أنت قلت حق الرجال أقبض طيرك. لا 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 أنا خطأ مني بس الحبارة تحته. خطأ مني أنا. اليوم تقدم على هدد التحدي بثلاث. متأهلين حتى الآن. لا لا أنا. ربع يتكلمون في موضوع ثاني. كلمهم. كلهم يمين عودوا يسار. يلا خذ. لا ما الأمس هذا الكشف يا أبو. هذه لا هي لا خمسة هاي المجموعة الخامسة هاي. المجموعة ست. هاي خامسة. 36 أقول. يا أخو بنشوف يا أخو يلا إعداد. بصقة ولا. في بعض الطيور فيها خلل. وده إنه يكون هو الأول يطلع بسرعة. فيحوش رهبة الارتباك ما في تركيز من يتزين الطير يهده. البيور في كل الحلقات في كل المناهج في كل شو اسمه المراحل يكون هو الرئيسي الذكر 50% احنا الان الاغلبيه فينا اتفقنا ان هذه مش دفع خمس متاهلين اليوم من المجموعات العشره اللي اشتركت في بطوله تحدي الطلع من المجموعه 28 الى 37 لكن انا عندي شكوى على اللجنه ايه نعم شكوى على مو على اللجنه والله ما يشتغلون احد يشتكي عليهم شكوى على احبار لا لا على احبار اللجنه احنا احبار على الملاجئ منها ما هي بتفريخ كانها يعني كانها تفريخ ان كانها تفريخ ان كانها وحش متاكد منها 100% ان من السنه الجايه بيشوفون الحباري التفاريخ بزياده ابشروا بالخير السنه الجايه السنه هذه الانتاج تقريبا فوق 900 احنا تخبر عندنا ذي ما تطلع الا الاخبار الحصريه نعم في احتمال الان نقول 50% ايه ان في فريق جديد راح يدخل ان شاء الله السنه الجايه يعني حرام انا اشتري طير بمبلغ وقدره ولا اتعب عليه عشان احاذف اطلع من المسابقه يعني ظلم في بنسبه كبيره للطير ان شاء الله ما في ظلم لا لا يعني. انا اقصد الطير ولعت وخذ 8 مليون منافسات وطيور واجواء عجيبه كانت هناك اللي تاهلوا الله يبارك لهم والله يبارك لطيورهم ثمان متاهلين تثبت مسابقة الطلع أنها تصير أجمل وأجمل وأحلى وأحلى وسبب ذلك إدخال الحبارة الحية هذه ما كنا نشوفها في الحبارة الإلكترونية المنافسة والتحدي بينهم والتصريحات ما كانت تبين
في يوم جات الحبارة الصدق بدأ التحدي. شوف لك كم طير إذا ضيع شدد ولا يروح، ولو ضيع وقع عند حبارة قريب. والله يعني يقدمون المناشدة السريعة بإصدار قرار الكويتيين المشاركة السنة الجاية. هذا على الأقل طرد لأن الشاليهات. من هو؟ والثاني ما ترد ها؟ والثاني وين وصل؟ وين وصل؟ على سيارة عبيد. ترى يقصدك هذا. إذا كان مستويات الطيور مثل رمز في خطر. ممن صالح الشاهين لما تنزل وزنه. نعم حالات عديد. حالات عديد يضطر في بين فناديه. واي صقار شاهين اسالهم القبليين اذا ما كان في طر والله ما يلحق ولا يطمشك. محبتك للبر والهجن والطير ما ردتك عنها طويل المسافات، وما ردتك عنها التعب والمشاوير، ولا ردتك عنها الامور العسيرات. 26 متاهل من الطلع مقابل 16 في حدد التحدي. صراحه الجو تعبان. ليش؟ هواء قوي. عذر وغته. اي والله هاي عذر. اي عذر فعلا. المسابقه قاعد تجسد كل خطوات المقناص، تطليع تلزين حباره حيه. الحكم في السياره ما له حق يتكلم ما دام الطير في السياره. انا اقول الطير الطيب ما تمنعه، اما التكايه ولا الباب. الهواء تاثيره على الشاهين ولا على الحمامه؟ ذيك السنه الهواء كان قوي صادو خمس عبيد، كان متوقع طيب. فوق الثلاث والاربع اللي تزمن اساس الهواء. اول شيء يقدر ظروفهم، طير رجال شرى طير للمسابقه اجتهد. يعني نتوسل لهم او ان نتجيهم رجع ان يسمحون حق الاخوان العاده. عدد المتاهلين وصل اليوم الى 28 بعد ما تاهلوا المتسابقين اليوم بتوفير الحبار الحيه. صارت متعه كان الجمهور اللي قاعد يشوف في الشاشه قاعد يشوف له مقناص. قلت له عنده فرق حرب يدخل في الطلع. قال له ممنوع. نعم صرت فيه قلت له ممنوع. طيب ممنوع ليه؟ يعني احنا خلينا نتناقش ممنوع ليش؟ الحر حر سواء فرخ ولا قرناس ولا عاشر طلع. ولا 100 سنه الطلع طلع. انا عندي مشكله في كم واحد اللي طايره ما عنده المؤهلات يسجل. بعض الطيور القرانيس على انها طلع نحطها ويانا في السياره والله العظيم الحبار انها تمر والربع صار صاد حباره. قال لي الربع هذا يصير ما يتفرج وياك. بس قاعد تفله وطالع ابو مخيل. في مسابقات في ما طلع ولا طير. كم طير ما طلع؟ كم مجموعه ما طلع؟ انا اتكلم على المجموعه. مجموعه لهم خمس دقائق. ايوه عرفت. ما طلع منهم طير. ما طلع طير. خلاص انتهت المجموعه راحت. واقول له فلاح لو تكفخ من الضيق معذور، لو كان ما هي اشقر الريش عاده، مرت على تفريعتك عده شهور ما شفت غير الدرج الجراد. ملأتك التكيه ولا انت مسرور؟ يا عزتي لك روح حزنك زياده. اهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. وصلنا معاكم في الجزء الثاني والجزء الثالث والاخير من برنامجكم العنب في هذا اليوم الختامي. خلوني ارحب معاكم في اخواني اللي انضموا معانا، وابو خاتم مشكور على الباجه هذه اللي جبتها لي وجبرتني ان انا احطها عشان خاطرك. الله يحفظك يا ابو محمد عشان ترتاح من اللي صار امس في الليل. بس لا شكرا على واجب. وطبعا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. مشكور يا اخوي طلال انت والربع انكم المخلص. تستاهل خير وتهنى خير والله يبيض وجهك ويسلمك. ونحمد الله على هذا اللي يعني الختام المميز لله الحمد. في رعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد بحضوره بحضور الشيوخ والسعادة والسفراء والوزراء والجمهور ربعنا جميع الفايزين واللي ما فازوا نقول للفايزين مبروك، واللي ما فازوا حظه أوفر. ونتمنى أن نقدم للأخوان شيء يعني أسعدهم
اجتهدنا وسامحونا ان قصرنا، والله يبيض وجيهكم وجيه. ما منك قصور يا ابو خاتم. من الذيب اللي جنبك؟ ونعم ونعم خط الثاني في الصقر الصغير صح؟ ها؟ زين ايش رايك في المسابقه هذه؟ قربة خل 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 خل, خل المايك عندي قريب. ايه؟ قول لي ايش رايك في المسابقه هذه راشد؟ زينه. ايه ولكن تبي شيء اكيد حق في البطوله هذه المهرجان. انت كلمت بخاتم صح؟ نعم. ما كلمك عن شيء يبيه في المهرجان؟ يبي دعوه. هو اللي في سنه. يبون دعوه. والله الحين شوف لحظه اعطيك دقيقه هذا هذا شوف. يبشرون تصغير. ايش اسمه تميم المسند؟ اي نعم. ها؟ اي نعم الله يبارك فيك. تميم الحمد المسند؟ بن ناصر. بن ناصر. نعم. يقول شوط حق الصغار. ان شاء الله. يذكرني. الكبار. من يوم العرس ويذكرني. ان شاء الله يا قال لي ابو خاتم من اللي جايب لي؟ ايه. جايب محمد عبد اللطيف. الله يبارك فيك. الحين محمد عبد اللطيف معاك جايب لي انا تطلب مني ايش اسمه شوط حق الصغار؟ ايه لو شغف شوط هاي من شوط دعوه. ايه خاطر يبشرون. كتبنا يبشرون خلاص يبشرون السنه الجايه باذن الله كاننا من الحيين. يعني ممكن هذه المسابقه تبدل مسابقه صقر صغير وصقر كبير هتبدل بشوط ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الواحد الاحد انهم يكون لهم شوط خاصه العيال الكبار باذن الله. ايه والصغار بعد يبشرون ان شاء الله. تذكر هذه اللقطات راشد يبا تذكرها؟ ها ايش تذكر؟ تذكر يا ابو الشيخ. ايه. وش سألوك؟ شدوك عن وشو؟ اشياء في الطير. ايه. والزبوب والمرسل. ايه. الشجرة وأغراض الطير. ايه. قدكم انتم خلاص حافظينها ها يبا؟ ايه. ها؟ ايه. طيب، ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق في الـ في الزمان الجاي في الشوط شوط الدعوه. ترى خلاص بخاطرك وقع ان شاء الله. ان شاء الله وقع الورقه قال تم ان شاء الله تم ان شاء الله باذن الله تعالى وفاز بالمركز الثاني هو الله يحفظه. هذه طبعا اكيد المراكز الثلاثه الاولى اللي احنا نشوفها في او المراكز العشره اللي في هذه المسابقه هي المسابقه من عشر مراكز بخاتم صح؟ نعم من الاول لين العاشر. عاشر نعم. احنا طلعنا لكم ثلاث المراكز الاولى وايضا احنا ايضا نوه حق الجمهور ان هي فيها عشر مراكز واتوقع ان راح تبدل هذه المسابقه على حسب كلام بخاتم يقول باذن الله ان شاء الله السنه الجايه عشان ما يزعلون بعد علينا هالسجار الكبير مراكز الثلاثه الاولى. ليش تبدل؟ ها خلونا على ما هي عليه ويخلون شوط حق العيال الكبار. اي خلي شوط لهم دعوا ترى السر في مكانك. ما سمعت بسعود شو يقول؟ شو يقول؟ يقول هالمسر في المكان. قالنا بسعود خبره عليه لو عبد العزيز مبارك يوم من قاعد بخاطر في هالمكان ولا الريال شباك فاتن. وسعود الله يحفظه ويبارك له ويبارك له على الفوز وعلى التميز ما شاء الله. الحمد لله على سلامته. الحمد لله على سلامته. يمكن اخير له. احسن ما يدش هناك. اخير له يا رجال. طيب. عبد الله بن حمد محشادي رئيس لجنه المزايا. مرحبا. الله يمسيك بالخير. مرحبا ومسي ونهنيك المخلاص. الله يجزاك خير ونقول الله يعينك. الله يعينك على وقفتك من امس الصبح. الحمد لله. من في المعاينه الين الليل. الحمد لله. وامس وعدتنا انك بتجينا وما جيتنا واحنا عاذرينك لانك تعبان. نعم كانت عندنا ولكن انت معنا على الهواء كنت معنا طلعت معنا في لقاء. ايه. الحين انت موجود. وايضا نقول لك الله يعينك على ربعك الموجودين. واحنا حاضرين. ايه؟ احنا حاضرين اللهم لك الحمد على كل حال. طبعا في نهايه هذا اللي ما نسميه الا عرس. فرح فيه الكبير والصغير. قضينا فيه يمكن شهر كامل. تقريبا شهر الا يومين ولا حوله. استانس فيه كبير السن والصغير واليوم كان النهائي بعد شرفنا. الشيخ جوعان بحضوره والشيوخ جميع ونشكره الشكر الجزيل على الدعم اللامحدود وكان نهائي مرضي وناجح والحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله. طيب توقعت هذا النهائي ابو حمد؟
والله كتوقع هذا الطير وهذا الطير هذا يعني فيها، لكن النهاية كان صعب مقارنة بالمواسم اللي فاتت بحمد. هذا أنا أقول لك هذا النهائي اجتمعت 10 طيور، ما تقدر تقول هذا بيأخذ الأول ولا هذا بيأخذ الثاني، يمكن العاشر يأخذ الأول والثاني، كل الطيور متشابهة ومتقاربة بقوة جمال. الإضافة اللي لها اللي دخول 3 فروخ، أول سنة تدخل ويانا الفروخ، دخل فرخ سنة مسلين وفاز بجماله، طبعا هو ناصع البياض وكذا فاز، لكن السنة دخلت 3 ومتحدية، وأعتقد الأول والثالث والرابع إذا ما خاب الظن. هذا كلها فروخ تقلبت على جملة قرانيس، على القرانيس قلبت الطاولة على القرانيس، ومن أجود القرانيس اللي جات اللي دخلت هذه تراها نقوة النقوة، يعني اللي طلعت ما فيها الشكوك في شيء ولا مثل، كلها طيور جيدة، لكن هذه البقاء الأفضل ولا الأقوى؟ الأقوى والأفضل والأجمل. والأجمل طبعا وصول هذه العشرة مش جاي من فراغ، احنا قضينا يومين وحنا ننخل فيها ونفرقها ونسوي ونفرز فيها بحضور حكام، لجنة حكام إضافة على 5 2 من اللجنة عندنا، أبو سلطان وأبو ناصر الله يوصلها إن شاء الله الشمال بالسلامة، وكل له صوت، ونرجع حتى لين الأرقام الأخيرة اللي هو 9 و10 و11 و12 على أساس أن نكمل 10، لين اللهم لك الحمد تم التصويت على الطيور هذا اللي وصلت النهائي، وكلها مثل ما شفتون قوة، اللي حضروا هناك وشافوها تفرجوا عليها شافوا الطيور وشافوا نهاية الفرز هذا إيش أنتج، والحمد لله على التوفيق. طيب قبل أن ندخل في الحديث ونتكلم عن المزاين والتفاصيل عن المسابقة، حبيبي راشد الله يبيض وجهك، روح انطرنا هناك عند إخوانك زين، وبنجيك إن شاء الله عقب البرنامج. مشكور على وجودك، لا تنسى السنة الجاية شوط الدعوة هاي بقى، ومبروك فيك ومبروك تستاهل راشد، مبروك ربيتين فما الله يبا، اقعد هناك يبا في الخيمة هناك عند إخوانك. تكلم عن المزاين مشعل، ما كنت معانا، انت كنت تحلل هناك ايش اسمه، سمعت التحليل بحمد وين حما بحور التحليل الصوت؟ طبعا حن في اثناء التحكيم، ما حد قال لك عن التحليل شيء؟ لا حن ذهننا مش مع التحليل انا، لا عقب ما خلصت المسابقه، لا والله ما سمعت، ما حد قال لك؟ ما سمعت عن التحليل، وما كان في وقت ان اجلس واستمع للتحليل لان نهايه الاحتفال سلامات وتباريك ومثل، وبعدها راحوا الجمعة للعشاء ووادعنا زملائنا الله يوصلهم بالسلامة إن شاء الله، الكويت الحكم من الكويت اللي هو أبو ثامر وعز الله أنه حكم، مرزوق السحلول يا أبو خال، ها مرزوق السحلول، مرزوق السحلول أبو ثامر، أبو ثامر أي، وعز الله أنه رجل كفو قد هذا المسؤولية، حكم باللي الله أملاه عليه اللي أملاه عليه ضميره، ورجل يشخص الطير ويعرف مواصفات الطيور الجيدة، وقضينا وياه يومين كانت حلوة. الربع بما فيهم اللي جات عليه كاميرا من شوي أبو سعد زين، وعندك الثاني هذا بعد اللي جات عليه الكاميرا، تكلموا بكل وضوح، وانت تكلمت في حلقة سابقة ممكن احنا كلجان وكلجان معينه وكلجنه تحكيم تمر علينا طيور تفاريخ، يقولون الربع ان احنا اليوم شفنا تفاريخ في القاعه، رايك انت ابو حمد وبيتناقشوا معك الربع؟ رايي واضح، طبعا الباب مفتوح مش تفاريخ وبس، حتى طيور ما يأهلها شكلها انها تدخل من العشره. شلون؟ يجي مشارك، هل انا اقول له لا انت ممنوع؟ لا ما لي حق، يدخل ويشارك ويفرح ويدخل الاحتفال من حقه، إذا كان في تفريخ دخله صاحبه في لجنتنا، طبعا أنا ما أمجد فيها وشهادتي فيها مجروحة،
زملائي ولجنة أثق فيها، ولنا الحين يمكن 8-9 سنين. صحيح. ولو قلت في بداية الأمور كانت الأمور فيها شبه عليهم، الحين احنا داخلين 9 سنة ما عاد هذه الأمور تمشي. وش الأمور اللي تمشي؟ اللي أنت تقول تفريخ ويدخل ايه؟ يدخل أو مثل ايه؟ ما عاد فيه الصفوة الحين هي اللي تطلع، صفوة الطيور نقوة تأخيرة بجمالها هي اللي تدخل. حتى أن ما كان يعني شفنا في حضور أو مثل من الطيور اللي كنا نشوفها سابقا اللي شكوك كواضح. رغم اثنين حين إذا الطير تفريخ ما نقول تفريخ ولا لنا حق على أي طير بحن اللي فرخنا، ولا ندري راعي بكم شاريه، ولا ندري راعي وين جايبه. الطير اللي نشوفه مش صالح للمنافسة نخليه من ضمن. بس المحللين والجمهور من حقهم أن يقولون الشيء اللي يشوفونه أو اللي يعرفونه. كيف يشوف؟ يشوف تفريخ، يشوف عساه يشوف اللي يشوف. لا بس أنا وياك الحين موجودين هنا في البرنامج، اللي بيقول لنا الطير تفريخ نقول له ليش؟ لا لا يعطينا ما لا تقول له ليش. ليش لا تقول له ليش؟ ليش ما أقول له ليش؟ هو يجب أن الواحد ما يتسرع بالحكم، بالحكم على شيء فيه شكوك. ايه؟ أنت لما تتكلم على حاجة هل عندك شهادة؟ هل عندك دليل أن هذا من ذيك المزرعة؟ هل صاحب الطير قال لك أنا طيري تفريخ؟ يعني تقدر تحاجج خصمك. لكن بالنظر ليش سميته خصم؟ لحظة، أنت السنة الماضية أعتقد جبتوا طيور هني صحيح وعملتوا عليها شبه التست، 2 تفاريخ واحد وحش زين، وطلعت يعني في ما قلنا خلاف، لكن الناس قالوا والله خلاف. لا مو بخلاف، في اللي عرف وفي اللي ما عرف. أيوة. انا صريح معك. ايوه، وقالوا الله يعين اللجنة اللي يجيهم الطيور بهذا الكم وكذا وكذا. طبعا المفروض الواحد يقدر هذا الامر. لا هم مقدرين ايه، بس هو دائما واحد يكون له راي. طلال انا بعلق محمد، انا بس عطني المجال اعلق. لحظه، المفروض ان الواحد يقدر وما يحكم. ترى من الاخطاء اني انا اجي واصرح ان هذا تفريخ. انا مستعد الحين، مش الحين طبعا، في الوقت هذا ادور طير مواصفاته تفريخ وهو وحش واجيبه. كثير من الصقاقير بيقولون تفريخ، ومنهم صقاقير بيقولون تفريخ وهو وحش مشبوك، والعكس صحيح. مستعد اجيب لك طير تفريخ واحط لك معه وحوش تقول هذا وحش وخيرته. الواحد ما يجزم، مو بتحطه لي، تحطه حق اللي قال تفريخ. هي حق الشخص اللي يقول كذا. ليش انا اقول يعني مثل توجيه بسيط من اخ لهم، ان الواحد ما يجزم ان هذا تفريخ ولا علي. بعضهم يصرح يقول لك يا ابوي هذا تفريخ ولا علي منك. لا هذا خطا. طيور التشابه، الطيور اشكالها، الطيور وحوش فيها مواصفات سيئه هي اللي مرفوضه. التفاريخ كانت في بدايتها هذه المواصفات فيها، واكثر الصقاقير عارفين. مبارك. انا الحين توصلوا الانتاج، توصل على مستوى، بس مستوى يعني ابو حمد كلامه مضبوط. ابو حمد يقول احنا شفنا قبل، احنا يمكن ابو حمد مو معنا نتناقش يا ابو حمد وانتم في اللجنه، ما نتكلم عن الطيور العشره اللي انعزلت، الطيور العشره انزلت برا الحسبه، احنا ما نتكلم عنها. نتكلم عن في طيور كانت اليوم موجوده في شو اسمه في الغاء او تفريخ مبين. هاي ما يصير عليها استبعاد. مبارك. انا اسال ابو حمد. بس ابو حمد قال لك لا تجزم. انا اسال، انا داري انه ما يصير. انا قلت لهم الجمهور شو اسمه اللجنه ما تستبعد. بالضبط. ان شاء الله تجيب لي خضر اسود حمر، اللجنه ما تستبعده. بالضبط. اللجنه ما لها شغل في الشيء. اي طير يجي يعرض اللجنه تعرف خيرات اللجنه اللي بجي نازل من السماء بسلسله، تعرف الطير اللي تعرفه اللي يمشي عليها يمشي على الرجال كلهم. صح ولا لا؟ صحيح. احنا ما نتكلم في الطيور اللي العشره اللي اشتركت، هاي كلها فايزه واللي جات كلها فايزه وكلهم اخوان. لكن انا اساس اوثق الكلام هذا للطلال انه نعم جات اليوم طيور في تفريخ. لا واثقه حق رئيس اللجنه. هو موافق رئيس اللجنه يقول شنو؟ وانا مؤيد. هاللي قال ابو حمد بالبدايه. انا مؤيد مؤيد حق كلام مبارك. جات فيها طيور تجي فيها شبه، ويمكن انا اشوفها تفريخ ويمكن زميلي الثاني يشوفها فيه شبهه، لكن كلهم متحفظ لان هذا مش مرشح او شكله مأهله انه يتفوق ولا يدخل. نخليه على جنب.
احنا ما شككنا في اللجنه طلعوا ان القاعه تعليق. اليوم كان فيها تفاريخ ابو حمد يقول نفس الكلام يقول انا ما منع حد تجيب تفريخ تجيب اللي هو انا ما منعك لكن انا حاجني في العشره ايه هذا الكلام صح في العشره فيه هذا الكلام احنا ما قلنا في العشره احنا قلنا في القاعه في العشره فيه ولا ما فيه العشره قلت انت ايه انا مو بأنا اللي قلت يعني جاتك رساله الرساله اللي جاتني قالت طلال انت شو تقول انا في العشره انا برد عليك يا طلال ايه اليوم الواحد يعلق بشاشه وله ربع واخوان يعلقون من واقع دائما التفاخر بالمعرفه ها ما توصلك للمعرفه شلون بمعنى ان اليوم لما انت تشوف لي انت تقرر على طير في تلفزيون ولك ربع شايفينه على العين فانت بتاخذ على تصورك وبتجهل وبتهمش السبع حكام اللي كلهم اراهم تختلف بينهم بين بعض انت ممكن تشوف طير واضح لكن لا تعتقد انك بتشوف طير انت من خلال شاشه وسبع رياجيل مو بعارفين طيب واذا انا كنت موجود في الصاله ها شلون واذا انا كنت موجود إذا في الصاله اذا تكلم مبارك عن المشاركين العامه نعم انا اقول لك خلي سلطان الطيور فيها تفريخ لكن العشره هذا لا 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 طلعتنا لا 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 خلينا كلامك هذا اللي تقوله ان انتم تحكمون من الشاشه لا 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 ما اتكلم عنكم انا اتكلم بشكل عام الكلام اللي تقوله انت الوصول للمعرفه والجهل هذا ان تحكم انا اتكلم بشكل عام ابو مشعل قل انا ما اتكلم عن اشخاص او افراد تناقشنا في الموضوع هذا اكثر من سنه حلو دخول احنا دخلنا الكلام اللي قلناه قبل تجونا نقوله قدامكم احنا ما خشينا شيء احنا نقول جات تفاريخ وحضرت في الصالة صحيح كلام مربوط هذا ما اختلفنا عليه ما عليه خلاف وهذا انتم ما عليكم غبار لا عليكم غبار ولا علينا غبار انا ماني بنبي اعرف ان الطير هذا تفريق لا وكلامك وحش صح ولا لا كلامك صحيح هل احنا نقول يا ما اتكلم بشكل عام يا ابو دخول خليفه تقول ان الواحد اللي عنده بشكل عام المعرفه دخول التفريق يعني دخول التفريق ولا مقصد في احد انا اتكلم بشكل عام ان في بعض الناس او مثلا من الجمهور او من مثل ما تسميها انه ممكن يطلق الاحكام عليه من شاشه لا رغم انه في ناس في ناس مثلا احنا معانينا سبعه رياجيل ما اعتقد ان انت بتكون مع احترامي ما تكون انك يعني عينين مين مثل 14 عين خلاص احنا الكلام اللي يعني تقوله انت الحين هذا احنا قلنا جزاكم الله خير نفس الكلام بس اتكلم انا بعض الجمهور انا فاهم عليك او بعض المشاهدين نفس الكلام اللي انت قلته احنا قلناه وانتم مش موجودين ونقولها الله يجزاكم خير وانتم ايدتوا كلامنا احنا ما قلنا شككنا في العشره احنا شككنا في بعض الطيور اللي في القاعه واللي انت شفتها اي صحيح بس جزاك الله خير لا ازيدك بالشعر بيت في بعض الطيور اليوم جات اليوم في القاعه فيها خلط مبارك انا ادري انك تعرف يا مبارك وانا رجال يعني الحمد لله فضل من الله ان انا رحت فيها خلط يعني فيها نسبه يعني في هالامور بس هذه يباع طويل يا ابو محمد صحيح يا مبارك في طيور فيها بس هذه هم اللجنه شو تقول لك؟ تقول لك ان شاء الله يجيني اي طير ما استبعد والله ان العام يا مبارك جاي طير مكسر وخضر ولا قلنا ولا قدر مكسر وخضر ولا هو بيصف مع الحرار بعد لكن في الاخير ما تقدر تقول له شيل طيرك تفضل مرحبا وتعطيه رقم واستريح تفضل نعم بس المشكله اذا دخل طير من ضمن العشره شوف طلال ايه؟ اللجنه اذا تتكلم عن معلومه غير عن تتكلم انت في علم الغيب انا ما شوف لا انا ما اجزم لا لا اتكلم اليوم انا لما اقول لك يا طلال لما اقول لك يا طلال طير غانم بسعد طير تفريخ انا عارفه ولا انا جايبه يختلف ان انا اجي اتهم طير غانم انه تفريخ وابو حمد طرح مثال ممتاز جدا قال لك انا مستعد اجيب لك طير وحش وطارحه مثلا ناصر بن راشد الافجح طيب انا عندي ها وتشوفه وتقول هذا تفريخ طيب خليفه ناصر اكثر الناس خليفه خليفه عندي سؤال تفضل كلامك على عين والراس انت ابو حمد على عين والراس اني انا ما اجم تعال على سبيل المثال ايه؟ نكون اوضح انت يا مبارك الشافي تقول الطير شو اسمه طير علي البيدة تفريخ صح ولا لا؟ تعال يا مبارك اثبت لي ان الطير هذا تفريخ. هذا كلامكم صح؟ اعطوني دليل صح؟ صح هذا المفترض اللي انتم قاعد تقولون له. هل الطير الوحش اللي جاء اللي انا ادري ولا انا اشك فيه انتم تطلبون منه شو اسمه؟ دليل انه وحش؟ شلون ما تطلبون؟ ما نطلب له دليل؟ ها لكن احنا لحظه معلش شلون تطلب مني انا احنا كلجنه على سبيل المثال اني انا اجيب لك ما يثبت وانت ما تجيب لي ما يثبت لا احنا كلجنه يا مبارك في الاخير
احنا نطالع الطير ونقرر اذا كان مثلا حسب الناس الموجوده وخبراتها واللي مارست واللي يعني ما تحتاجون تاخذون راي حد ثاني. ها؟ لا لا انا ما اقدر احط لجنة حق الشعب كله. اقول انا اقول كذا هو يقول يقول الان فلان قال طير تفريخ، تعال اثبت لنا تفريخ. هذا كلام عقل، انا اتفق معك ان الشيء هذا، لكن هل هذا ينطبق على الوحش؟ لا اللي انت تشوف انه وحش ما ينطبق. كيف لا كيف انا بتدخل القصد بالكلام؟ لحظه ابو حمد مبارك بالنسبه بجيك بجيك حتى ما تضيع مني هذه بوصل بجيك زامل خلي يكمل ابو حمد بوصل رساله حق مبارك. مبارك قال انت تطلب من هذا اللي قال هذا تفريخ دليل، الوحش ما تطلب منه دليل. اذا كان انا عندي صار خلاف على هذا الطير واحتديت ان اجيب دليل، انا عندي سبعه من من اللجنه اللي يدققون في الطير واعمل بينهم تصويت واعمل لهم هذا ويطلع الطير ما فيه اي خطا ويدخل على انه وحش بعد التصويت على اللجنه. اي كذا مره يعني، والناس هذه اللي انا جايبهم ناس اصحاب خبره اثق فيهم لهم تاريخهم في عملهم، هذا يكفيني انا ما يعني هذا الوحش مو بجاي شهادته فيه، شهادته شكله على العين والراس ابو حمد، والناس هي اللي تاكد. حلو حلو زين، تعال انت تعطيني كتاب ان الطير هذا وحش؟ انا كلجنه؟ ايه اذا كان وحش؟ ايه هل تعطيني حجل فيه ولا تثبت لي على اساس انا يا مبارك الشافي لما اشتري طير خليفه بن سلطان اقطع بالشك واليقين اقول نعم اجازته اللجنه؟ انا بكره مو بروح كمقترح انا اقول كمقترح. لحظه لا انا قلت لي ثلاث سنوات اطالب بشيء، انا اقول كمقترح اليوم لو عندنا 10 فازت مثلا سهلت كمقترح انا اتوقع ان المقترح يكون جاهز كلها خليفه. شلون عبد الله بن حمد عبد الله بن حمد خليه يتكلم، هو رئيس اللجنه. وش يتكلم عن وش يا اخي؟ خليه يتكلم، احنا نسال نبغيه من عند عبد الله. عبد الله بن حمد يرد علينا. يمكن مبارك يبي اثناء دخول الطيور الوحوش ان انا كجمعيه او جهه معروفة أو رسمية أكد له على طول هذه الفترة من يدخل الطير أن هذا وحش أبو حمد حتى ما تدخل في مشاكل. لا لا أبو حمد قل له لا لا, لا. أنا بعطيك على صورة أوضح، اترك المجال هذا ينطبق على 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 ثنتين، على المزاين وعلى الدعو. أتمنى ما نجامل. أتمنى ما نجامل. لا ما نجامل، تعال أنا شريت طير الحين على سبيل المثال، أنا لا أترك المناعي طير فرخ وهم عندهم قرار المفترض مثل طير المناعي دخل السنة المفترض يعطى حجل والسنة الجاية إن شاء الله يغدي. لا لا مو صحيح مو صحيح. لا لا بلا صحيح مو صحيح بلا صحيح. ليش تجزم ليش جزم؟ أنا ليش قلت صحيح؟ أنا جزمت على حي واحد. إيه؟ على سبيل المثال أنت اعترفت فيه فرخ خلاص تكمل عليه. يا أخي مو صحيح مبارك الله يجزاك خير. هذا اليوم تكلم عن مسابقة متداولة في الخليج كله. اللي هو أن الفرخ إذا جاز فرخ من ضمن الشروط اللي أنت تتوقع عليها في كل مسابقة. أي مسابقة؟ المسابقات الموجودة كلها. من قل مسابقة يا أخي؟ دول الخليج كلها. لا لا عفوا لا الكلام هذا غير صحيح. لا لا, لا. أنا اللي أقول لك عفوا صحيح. وأنا أتحداك على اللي تبغيه. أتحداك إذا فرخ إذا فرخ إنه لازم لا لا على معينة بكل. أتحداك إذا كان القرار هذا في دولة غير قطر لك اللي تبي. أنا أتحدى قدامك. لا لا بس مش خطأ تهدي بس. أنا نرجع طيب. نرجع المحور حديث عن معلومة أعرفها ومتأكد منها. نرجع المحور حديثنا طيب. أنت تعرفها وأنت قاعد لي هنا لا لا, لا أنا متابع رجال متابع على طول. إحنا متابعين إحنا مو بنت بروح متابع كلنا متابعين. لحظة الكلام وشو فيه؟ الكلام سوى طير المناعي هلا طلع أشخاص. لا بغض النظر سوى طير المناعي الطير المناعي شريب 800,000 يا أخي صحيح. بكرة مش يستبعد بعد هذه فيها مشكلة. أنا ما أقول النظام هذا خطأ ولا صح، أقول دام إنك أنت اعترفت بالطير من بدايته خلاص تعتمده. هذا واحد نقطة. فيه طيور في مزاين انشرت طال عمرك مبالغ خيالية. خيالية. تعال أنت يا مبارك بن ناصر تعال عن طير كم خذ السنة؟ خذ العاشر. أنت معناته أنت يا لجنة قطر للمزاين إنك أنت تعترف بالطير هذا عاشر إنه دخل عاشر وإنه وحش صح ولا لا؟ صحيح. يا اخي حط لي في حجل ان هذا حصل على المركز العاشر سمعت ولا عاد يدخل عليه السنه الجايه وتمت اجازته من اللجنة. خلاص تمت اجازته. فهم قصدي يا ابو مشعل والموت للربع اساس انا لما اشتري غير فايز في المزايم مليون ولا بمليون و500 ولا بريال ولا ب 10,000 السنه الجايه ما يدخل. طيب ابو حمد
هو يتكلم الحين وجه خليفه يتكلم عن مسابقه المزاين. طبعا تختلف المزاين ويختلف مسابقه الدعو. شو اللي تختلف؟ اللي انا اعتقد فيها قرار من لجنه من الجمعيه. بس هي كلها لجنه واحده. لحظه، لا الجمعيه حطت من ضمن الشروط ان الطير اللي فيه شكوك بحكم انه تفريخ وحما نعلم ايش النسب اللي فيه، واعتقد تكلم فيها ابو خاتم من يومين او الامس او ان هذا السنه اللي بعدها يتبدل. زين، هذا ظلم حق الباقي. هل انت اللي اخذت الطير يا مبارك تجيب ورقه ان طيرك ما يتبدل السنه الجايه؟ لحظه تقدر ابو حمد، لحظه، هل انت تجيب ورقه حق الجمعيه عبد الله ان طيرك هذا اللي دفعت فيها القيمه ما يتبدل السنه الجايه؟ عبد الله، عبد الله الكلام حتى انا ما يتبدل بشكل بريشته ابو حمد، ما ينقلب جير في جير ابو حمد. ابو حمد مبارك ولا قرناس؟ هو قرناس. ليه قرناس؟ ابو حمد، ابو حمد انت تقول عنا ظلم؟ لحظه مبارك، تقول عنا ظلم؟ مو ظلم على اللي اخذ الجائزه، هو فارخ، هو فارخ، وهو فارق ياخذ الجائزه. انا بحت ظلم السنه الجايه شريته ب 700,000 ولا ب 800 يا اخي. انا وتقول لي وتقول لي السنه الجايه ظلم؟ لا، والجائزه اللي راحت اللي اخذها. لحظه يا زامل، انا مو جاي هنا اتعايا. لا لا مو معك، انا احنا واحد انا اخونا الكبير يا ابو حمد. لا لحظه، كجمعيه ومهرجان ابحت لك لظروف ما احنا التفريخ اصلا ضده من الاساس. هاي شيء السنه هذه ابحنا ان التفريخ حق أبنائنا، حق إخواننا، أن يعملون لهم مسابقات. يروح هذا التفريخ يخلق لي مشاكل ثانية. زين، هذا التفريخ في نسب وكلنا عارفه، لين خلط في الأخير يجيك ما أدري كم أبو سلطان حافظ هاي المسميات. حلها من أول شيء، اللي بعدها جير من أول شيء حلها من يوم النفرخ. ليش تخلي الريال يشتري بقيمة؟ أنا ما أدري بك من وين شاري. لا أبو حمد، اشتر هاك، اشتر من مزرعة وخله يعطيك تعهد أن هذا ما يتغير أو ما في نسبة. زين أوكي، كتب لي وإذا تغير ترجع له. يعني أبو حمد، أنا ما لي شغل في المزرعة. بسلطان، بسلطان، أنا أوكل بسلطان. والله أنا أتكلم. لا لا، بسلطان، بسلطان، لحظة خليفة، بسلطان ما له حاجة. أنا أكلم رئيس اللجنة. زين، أنت رئيس اللجنة، أنا أتكلم معاك، أنا أكلمك بموضوع هذا الطير فرخ. يا اخي ليش ما تحله وفرخ؟ رئيس اللجنه وكل عضو. ليش يا اخي؟ لا مدام مدام عبد الله بن حمد موجود احنا نتكلم. لا حضر الماء بطير التيمم. زامل، زامل اخ عزيز، انت اخونا ابو حمد، اذا بتزعل من حكينا بنسكت. لا لا، مو بزعلان، بالعكس. احنا انا اقول لك، احنا نقول لك فرخ، ليش انت ما تجزم على الفرخ؟ علشان انا لا اشتري يا اخي، بروح اشتري الطير بقول حق راعي صبي. يا اخي تبينا كنسل التفريخ انت الحين؟ تبينا كنسل التفريخ؟ والله شيء راجع خلاص ممنوع؟ راجع لا راجع. انا فتحت لك تفريخ، انتوا اللي فتحتوا التفريخ، انتوا اللي فتحتوه ولا بغيت السكره سكرت فيه؟ انا فتحت لك التفريخ. ها؟ ما اعطونا حلول. لا لا لا، انا الحلول وش هي؟ ليش ما تعطونا حلول؟ لا الحلول ابو حمد، لا سكرت ولا فتحت زامل شيء تزم عليه، تزم عليه. انت ما عليك من زامل يا اخي، انت ما عليك مني. هو يرد عليك، انت ما عليك من، انت اللي ترد عنه. هو يرد عليك، انت الحين قاعد لسانهم هني. لا لا، انت قاعد تتكلم عنه. على منو تدافع عنه؟ انا اتكلم اقول التفريخ بدل ما يشتري الرجال بشتري من عند مبارك، بروح اخذ من عند مبارك بن ناصر. يا مبارك، وش مزرعه؟ وش مزرعه مبارك يا اخي؟ ما علي من مزرعه، باخذ الطير من عند مبارك. السنه الجايه انقلب لي. ما اقول حق مبارك، بشرط، بشرط طيرك تجيز اللجنه بجيب لكم. ما جزتوه رديت الطير عليه ولا ادفع له 800، عدل يا مبارك ولا لا؟ شوف بقول حاجه، الكلام شوف، انا احترم الراي اللجنه احترم، لكن احنا في بدايه الموسم واول سنه سيبنا الشيء هذا، لكن بنكون في نقاط. يعني ممكن انا ابلغ حلول الجماعه شروا فروخ واجد سنة. انا اقلب الاخوان شو اسمه المتسابقين يراسلوني ومن هذا القبيل. الجماعه في اللجنه هذول دائما يسعون للخير، يسعون للافضل، وهذا ما عندنا شك فيه. بس انا ابحث عن حي افضل. يعني الان انا شريت طير، على سبيل المثال شريت طير، ابو شو اسمه ابو حمد يقول لي اذا كان طيرك قرناس تضمن انه ما يتبدل الزمان. لا لا، فرخ، فرخ، لا انا اقول لك فرخ في المزاين. انا قلت لك المزاين، قلت لك تحط له اذا كان هو قرناس. لا، القرناس ما له شغل في هذا الحديث، لان هذا المسابقه عند لجنه الدعو اعتقد للفروخ اللي جايه تفريخ وفيها خلط. خل هذه، هذه ما عليه، انا ما اتكلم عن هذه، هذه لها باب ولها جواب، انتوا لكم باب. انا اقصد المعايير. انا شطلب انا كمتسابق اطلب ان هناك لما يحصل 10 طيور على الجوائز على العشر الاوائل انك تعطيها بس ما يثبت ان الطير هذا خلاص مجاز.
سواء فارخ سواء قرناس على اساس انا اقدر اشتري لا اكثر ولا اقل يعني. طيب. المشكله يا ابو حمد ان بعضهم الحين يبي يشتري يقول لك لا اخاف اشتري طير اليوم بكره ما يفوز يطلع تفريخ ولا يطلع فيه شيء. هو داخل من ما هو شو اسمه ها ما هو ممكن اشتري فارخ يفوز ما يجاز. لا انا اتكلم حتى في المزاين حتى مجال المزاين ناس واجد تلفونات تجيني واجد يقولون اخاف نشتري طير متاهل من العشره والسنه الجايه يستبعد انه تفريخ. طيب ابو خاتم انا اقول اتكلم عن الموضوع إيه؟ هذا إيه؟ انا اقول كل من ربع له حقه. الله يجزاك خير. نعم كل من له حقه. العصم الوسط شلون العصم الوسط بعض الاوقات تنجيك تقعد في النصر النص ما مشيت ولكن طال عمرك كلامك انت صحيح وفي خطا إيه؟ وكلام مبارك صحيح وفي خطا إيه؟ كيف انت كلامك الله يسلمك تقول دخلوا الطير من فرخ وجيزو اللجنة حاطة شرط واضح انت لا تشتري فرخ اذا اللجنة حاطة القانون هذا هل القانون حاطته اللجنة ليش حاطته اللجنة بناء لان شافت الطيور اللي قرنست تتبدل وتضر الناس الثانيين فبيصير ظلم ما عليه خلوني بس بضيفك لك وبناء على مشاركات ربعنا في 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 الميادين الخارجية يقولون لهم طيرك فرخ ترى طيرك السنة الجاية على معينة. سمحت لي أتكلم لأن عضو معك في اللجنة. دبي. لأن ما فيها إسرائيل. فقط دبي. أبو ظبي ما فيها. ما يصير. لا لا. أبو ظبي ما فيها حرب شهيد. السنة بس. لا لا لا. أنت تتكلم وأنا أتكلم. أنا أرد على جامل. فقط دبي. بس ما كمل كلمته أبو سعود بجيك. خلونا نكمل ردي هو يا الربع إذا إحنا نبي نستفيد ونتقي بالحوار. خليفة. لازم نسمع. الرأي الآخر أنت طرحت مشكلتك وأنا بقول رأي خليفة وفي النهاية المشاهد والناس ما يحتاج لك طول الليل عيد هالكلام خليفة الحميدي صح ولا لا أنت الحين اشتكيت على اللجنة قلت هذه عندي أنا مشكلة كيت 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 صح ايه؟ اللجنة شردت اللجنة تقول لك أن الطير طال عمرك لا قده قرنس دور التفاريخ بعضها يبين فيه نسبة الجير وهو فرق ما يبين فيه أو ما تقدر تكتشف اللجنة فحاطه نظام عشان ما يتضررون اخواننا الثانيين انه يدخل عليهم طير فيه نسبه ويضربهم في الاشواط وهذا يقول لك لين السنه الثانيه واضح قرار اللجنه ان بغى الشخص يتهيد لا يشتري السنه يشتري كرناس قد حجله فيه وموثق وجاهز هذا رد على كلامك خلنا ارد على ما علي برد على كلمتك عقب رد على مبارك ارد على مبارك عقب يعني كمل انت الحين لي الكلام ولا حق غيري طيب خل سجل نقطه عندك زامل مبارك امر امرني ذكرني بالنقطه انت الحين عندك رد مبارك يتكلم عن المزاين يقول الطير معليش مبارك يقول عن طير المزاين يقول يشترون الطير الربع السنه فايز عندكم السنه الجايه يطلع تفريخ انت قد سمعت يوم في لجنتنا حد قال هذا طير تفريخ ما يقولون ها ما يقولون الله يبيض وجهك وجهك ربعنا ولا طير يتكلمون عنه تفريخ يا الربع مو بشرط لي ما فاز الطير الربع يقولون تفريخ استاذي العزيز انا بعلمك بدايتك خلني اتكلم انا افيدك عشان تستفيد نعم. تفريخ يا مبارك هذا الكلام غير صحيح وي طير فايز يا اخواني اللي يبي الحين قبل ما ندخل الاستديو ايش قال لي عبد العزيز ابي شهاده ان طيري ماخذ الخامس قلت له لا تجيني بكره تعال لي عقب بكره يمكن ناس تعابه من هالايام بكره مراح عقب بكره تعال يعطونك شهاده ان طيرك الفلاني ظهر الخامس كذا كذا قبل ما ندخل احنا في الحوار وهذه ردي على مبارك بناء طيب. بقول لك حاجه بناء على الصوره والشريحه يعني تعطيه ورقه شلون يبا على الشريحه اعطيه على الشريحه وعلى الطير الموجود ان هذا طير شارك عندي كيت 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 طيب جيت انا وغيرت شلت شريحه حطيت طير ثاني دخلت والله يا اخي هذا هل هذه هل الانسان لا قد يا اخوي يا اخوي مبارك لا قد الانسان حرامي ابو ما نقدر احنا شو نسوي فيه معلش لا قد حرامي يغير شرايح يحرق الطيور يصبغ الطيور معناته ما في حل ما في حل معناته معناته ما في حل لا الحل هناك عند 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 شنو فاروق لا لا عند فاروق عند فاروق يا اخوي مبارك انا بعلمك شيء وبخلنا احنا نكون واضحين يا اخوان احنا واضحين مثل احنا ما نبي الناس اللي تشتري تستفيد ما نبي نضر الناس الاخوان الثانيين واللجنه يا اخواني موجوده هنا للانصاف واللجنه هذا مستواها وهذا اللي موجوده وهذه هي بثقلها الانسان اللي قد ما عنده ثقه حتى في اي لجنه مفروض
يعني من البديهي انه يقول انا يعني امتنع عن هذه اللجنه بحكم ان هذه اللجنه مثلا غير منصفه ولا ما عندها الخبره ولا مثل. اعتقد انا اللجنه اللي عندنا موجوده من خيره اخواننا اللي في قطر، ولا نزكي عليهم حق ولا تجاملون، خلنا نكون حقانيين ونكون كلمه حق. ندور لهم تاريخ كصقاقير، ولهم تاريخ كناس شافت طيور وعانست طيور، ولهم تاريخ واضح، لهم تاريخ واضح ما عليه غبار، كبر سنهم، وضعهم في المجتمع كلكم. احنا لا نقول اكمل لا نقول اللي برع ما فيها خير منهم، لا فيها خيرهم واجد. احنا ما قلنا عنهم شيء، نقول الله يعينهم احنا، لكنهم ونقول انهم مجتهدين على الامر ان شاء الله اللي فيه انصاف وفيه يعني زين لهالمهرجان. وانا اقول لكم شيء يا اخواني، اي واحد يمس اللجنه مو بيمسني انا، يمس المهرجان كله. اللجنه لها احترامها ولها تقديرها ولها ذي، لما تعطي قرار هذا قرارها اللجنه اللي شافتها ورأتها، ممكنها خاطئه ممكنها صايبه، لكن هذا القرار اللي هي اجتهدت فيه ووصلته، لا هي بتحابي حد ولا هي ودها ان فلان يفوز ولا فلان ما يفوز. يعني الطريقه يا الربع اللي بغيتونا نشرحها لكم، يعني انا يومين واقف على رجلي السنه قدام اللجنه ما رحت عنها دقيقه واحده، عرفت شلون؟ ندخل كل سنه ويانا ضيف من دول مجلس التعاون عشان ينقل مواجه، عشان اللي راح الربعه خل علي ينشد بناشي العام. دخلتوا منين انتم؟ واحد من قطر واحد وندخل قطري، دخلنا قد محمد النشمي ودخلنا عايض بن سالم وقد كل سنه فيصل ندخل حنزاب السنه. السنه فيصل ويحكم في اللجنه الله يغفر لسعد بن عبد اللطيف، واخونا فيصل غني عن التعريف ولا تاريخه ولا امره ولا هذا، وانسان معروف من الناس المعروفين في قطر وكلنا نعرفه، الله يبيض وجهه يبيض وجه اخوانه. طيب فما علي اكمل يا طلال، خلاص بخاطر اكمل ما تعطيني خلني اكمل خلني عشان حلقه مطر ما يروق. اخر كلمه واقول حق اخوي زامل ومبارك، الله يبيض وجيهكم، تحملونا قدنا احنا مطرافيين على اخرنا، تحملونا يعني يقولوا هذه الوداع، قدنا ما قصرنا اخذنا وقتنا وسامحونا يعني من اي تقصير. وي بعلمكم يا اخواني، اي احنا مجتهدين لكم والربع الله يعلم مجتهدين. طيب ابو خاتم واضح الكلام، اعتقد ان الربع ترى ما شككوا في اللجنه، هم تكلموا عن ملاحظات موجوده عندهم. مليون في المليون ابو خاتم، لبى قلبك والله العظيم ما احنا مشككين، احنا نقول نطالب بس انا يا مبارك اطالب توثيق الطير في المزاين. بحجه اسمع، اذا كان هذا الشيء يرضيكم اف حب وكرامه، ما يرضيكم اف حب وكرامه، محلكم العين والقدر والراس. واحنا واخوي نبحث عن الافضل، والله ما نبشاك في اللجنه، لكن ايش قصدي انا تجيني مئات الرسائل يقولون اساس احنا نبي نشتري طور طيبه، يا اخي نبي نطلع نسلم على الشيخ، نبي ناخذ طير 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 شو اسمه طير مثلا مبارك بن ناصر، نبي طير نشتري طير علي بن خاتم، الطور الطيبه ذي يا اخي ابي اشتريها باسعار غاليه ما عندي مشكله، مليون 800 900 بشتري، لكن انا اخاف اشتري طير بكره ما يطلع. انا حبيت انقلكم الصوره هذه واعطيتكم. طيب واضح ان الطوارئ بخاتم مسعود يبشرون الربع، احنا انا اكون صادق وياك باذن الله انك تشوف الحجول، وباذن الله وبعلمك وباذن الله للطيور يا حتى لو كان عليه حجل ترى يمكن ما يفوز، لو تشتريه انت مقيضه مو بزين، ادري الطير مرض ادري تخسله في حذف. بجيك بسعود. طيب بخاتم الطيور افضل منه، زامل من حقك ترد لبه تفضل. بخاتم انت اخو عبد الله بن حمد، والله لأننا نعرف جهودكم ونعرف شغلكم. أول شيء كلامك اللي أنت قلته إن إحنا تكلمنا عن اللجنة، واللي بيتكلم عن اللجنة تكلم على رئيس المهرجان، إحنا ما جبنا طري اللجنة، واللجنة أخواننا وصقاقير، ونقول ودائما شغل الحلقات كلها إذا حد من ربعنا اللي قاعدين جاب كلمة واحدة عن واحد من أفراد اللجنة هذه شيء معلي أبو خاتم. تكلمت إحنا ساكتين، حتى اللي بالرسالة حتى اللي بالرساله يا ابو خاتم ما نرضى والله عليه، حتى ما عليه مبارك بس هم يطلبون حتى اللي بالرساله قالوا تاريخ ما عليه خلنا ترى ابو خاتم مساء نسمعك، انا ساكت واسمعك الحين من اللي قال
طلال يقول جاته معلومه. لا 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 مو بطلال. طلال انت تبون اتكلم طلال الحين الحين قال طلال هاي الحين فتح الموضوع في الجزء الثالث وسكر الجام وقعد ساكت. كمل كمل زامل زين كمل. تكلمت عليه تكلمت ان احنا قلنا ما تكلمنا على الربع كلش ولا رساله حتى اللي بيجي نعرف شلون نرد عليه لان احنا نعرفهم. انا فهمت خطا احنا نعرفهم يا ابو خاطر. انت قلت زامل خطا. انا قلت زامل خطا. اي قلت خطا لو يقول خطا اخوي العود انا ما مع ابو خاتم. انا اقول انت خطا وزامل ما يخطئ. انا وبالنسبه ما حد يخطئ الا انت. وبالنسبه لما تقول لي ليسار قرناس الطير ليسار قرناس روح اشتر الطير قرناس لان بنجي لان هاي قانون. معليش بخاطر يعني انت بما معناه مثل الحوت طير محمد بن راشد ما يبيعه. طير ضارب الدنيا وماخذ له سيارات ما طير مثل الفريق الزم بعد اخوه ما يبيعونه اذا جاب له قيمه. يعني فرخ انت كلامك هذه كنسل الفرخ ما حد يشتري. اي نعم يعني ما حد يشتري فرخ لا تشتروه راجع له اللي يشتري. اي ايش نقول لك يعني انت كلامك انا ما اقدر اوثق له. إيه؟ انا عطتك راي بس عيل الله. عيل وشو والمشاهد يحل الامر. إيه؟ احنا نقول لك هاي الفرخ انت كنسلت. انا سمعت رايك في ديتك وعطتك راينا وانا بعد قلت لك راي. اي نعم الله يبيض وجهك انت. انا ما في خلاف ضيع عمرك طويل. انا اتفق مع كلام ابو خاتم ان الفرخ معلش يعني مع احترامي للاخوان كل واحد له رايه كفرخ ممكن يتبدل. انا اتكلم في الدعوه. إيه؟ ممكن يتبدل فيلم زاين. قول كلامك الحين قدام رئيس المهرجان قدام رئيس اللجنه. ايش قلت لا دمينا اللجنه ما تكلمت عن اللجنه. تكلم على الطيور اللي شفتها ما تكلم عن اللجنة. الطيور اللي شفناها اللجنه طلعوها من السالفه كلش نهائيا. طيب طلعناها قلنا. إيه؟ لك الطيور اللي شفناها العشرة ما فيها تفاريخ. اللي المعلومه جات من غيري. إيه؟ يعرف نفسه. اول حرف من اسمه طلال. المهم لكن قلنا الصاله فيها تفاريخ. اقول وافقنا ابو حمد على الكلام هذا. والله في الصاله الطيور الطيبه كان حد يعرف للطيور وفيها طيور طيبه يروح ياخذ صورها ويحافظها. والله تبي يبطي ما يشوف. وقلنا حق الكلام اللي قلناه. اللي اسمع انت يا طلال اسمع غيرك. لا الحين لا انا بتكلم. لا انا الصاله السنه للطيور اللي ياك. خلي اللي ياك مسج. انا المسج اليوم الطيور اللي موجوده صوروا وياها واحتفظوا بصورها. والله انكم تبطون ما تشوفون بعض الطيور. اسمعني لبيه كل يمدح مواجه. اي نعم لكن يعد مواجه ويعد مواجه. بعد انت شفت اللي واجهته وتمدحه. اي نعم طيب جاني مسج يقول المسج واحد من الجمهور وانتم تبون جمهور بخاتم زين. واحد من الجمهور شو يقول؟ ويقول ان انا صقار. انا والله ما اعرفه. نعم لكن نعم شو يقول؟ يقول ان واحد من الطيور الخمسه اللي موجوده شاركت. نعم تفريخ. انا سالت الشباب ممكن يردوا عليه. الشباب ردوا قالوا من الخمسه العشره. اي من ضمن الخمسه قال بعد. من ضمن الخمسه من الخمسه الاوائل. سود زين وانت بتاكل سود خلاص سود. لا مو بسود السود. لا ما فيها خمسة. يوم طلعت النتيجة. عشان كذي صار خلاص. السود ولا أي واحدة. لا يثبت. لا لا من الحرارة. الحرارة ما فيها خمسة. في عشرة. يوم النتيجة. الخمسة لما ما طلعت النتيجة طرش. من ضمن ما في عشرة. ايه يقول من ضمن الخمسه الاوائل فيها تفريق. يقول ممكن ممكن. والله هو ليش انت زعلان من غبي صحيح. لا يشكك لازم يثبت. لا لا ممكن يا ابوي وكل شيء لازم يثبت. لا لا ممكن ولا يثبت ولا شيء. بس الله يهدي الاول خذ الاول والثاني خذ ثاني والثالث خذ ثالث. وهذه اللجنه مجتهده لا صابت لها اجرين وطلعت لها اجر ان شاء الله انها اخذت من صوبه هو اجر لكن من صوب علي بخاتم ماخذ ثلاثة أجور. الكلام اللي قلناه لا بسيط. انتوا ليش زعلانين؟ الامر كله سهل وبسيط يا اخوان. انت زعلان؟ لا والله ماني بزعلان. سبحان الله اليوم اقول ركز على سعيد حمد محشادي. الله ياخذك. ايش قال لك؟ اي نعم خلصت. خلصت. قال لك رجعت وفاز كفو. شارة شرية مو سهلة هو من الايام اللي راحت. اي نعم فهد ابو محمد التشكيك في اي عضو لجنة في أي مسابقة كان هذا مرفوض جملة وتفصيلة. الشخص اللي يجي يقدم طيرة للجنة يسلمه بأمر اللجنة. خلاص لا عاد يقول اللي خايف من اللجنة أن فيها تشكيك لا يقدم طيرة يشارك. سلامي عليك. هذا خاصي منه. سلامي عليك. بس أبو فهد المفروض سواء في الطاري هذه أبو فهد سواء في الأب لا تيب لا تيب الطاري هذه. كلام صحيح. لأن إحنا ما حد شكك في اللجنة. لا لا انا واضح. لا 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 مش اللجنة. انا قصدي شخص. انا قصدي يا زعل الله من يسمع. انا قصدي في شخص
يجي يشارك في طيره ويوقع ويطلع ويجي النتائج وطيره مو مع العشره يشكك في اللجنه التالي. صحيح. انا كلامي على الشخص هذا بس. لا بس هاي ملاحظه. هو ما يشكك مش في اللجنه. لا في فرق بين التشكيك وملاحظه. لكن انت من عيني اتكلم انا؟ لا ما لا ما ما حد يقدر يمنعك. انا ما اقول لك اللجنه على فراش سعود بس اكمل اذا تفضل. انا اقول لك ما حد يقدر يمنعك لا انت ولا غيرك. اما اتكلم لا ما حد يمنع يا ابو محمد. انا بس بتكلم النقطه بس اذا تكرمت ابو سعود تفضل. الربع مبارك وزامل تكلموا في اقتراح مش فرض. تكلم في اقتراح. انا طيري شاريب مليون ودخلت المزاين وجاب الثاني ولا الثالث يجي يشارك السنه الجايه يا مبارك غير مجاز. لا لا خطا خطا خطا. اذا كان فرخ شلون خطا؟ خطا هذا فرخ فرخ. شوف ما تتكلم عن خلنا نكون واقعيين. لا بصوره اوضح. واقعيين واقعيين وبصوره اوضح بالضبط. اذا انا ما هو بعرف الطير اللي انا باخذه انه طير كفو انه يدخل المنافسه. لا لا ابو حمد او تفريخ او غير تفريخ. ابو حمد ليش اخذه؟ ابو حمد انا قصدي مو كذي. انا قصدي اشتري طير فايز. ما عليه فايز ودخل منافسه وفاز وفاز مش فاز تفريخ. فاز وما تعرفه مش تفريخ. دام دخل طيب طيب بس دخل على عند النقطه هذه اذا تكرر. دخل على اللجنه الحين اذا شريت المركز الثالث بناء على شهاده اللجنه مو بشهاده. اللجنه مو تفريخ يعني. اللجنه ما تعطيك شهاده. اللجنه مثل ما سبق وتحدثنا اذا طير فيه شكوك مو هو قايلين لك تفريخ بيتم على جنب وبتدخل الطيور النظيفه. ابو حمد علي مو شرط تشتري طير فايز السنه يفوز السنه الجايه. لا لا اخذ هذا الطير لازم يفوز. اقول لك يعني مو بشرط يمكن يجي شيء يفوز. يمكن يجي أنا شيء لازم ياخذ الاول. لا لا هو كلامه خليني اوضح نقطته. ابو سعد اصلا خليك لي. انا ما قلت الطير اللي شريته الحين المركز الثالث السنه الجايه لازم يجيب الاول. انا قلت شاري طير فايز منجز أوكي. من بين العشره بالمراكز المتقدمه الاولى. طيب شو المشكله الحين؟ ان جت السنه الجايه ابي من اللجنه شهاده بالطير بس توثيق لي انا. ابى اروح الكويت ابشارك. يعطون شهاده هني. هل تطلب عليك الكويت شهاده؟ لا تطلب عليك؟ لا خلاص شهادتك. بس انا ابي كطير لي انا كتوثيق يا ابو حمد. لا لا انا قصدي كتوثيق شخصي. انا ابي توثيق شخصي. هذا امر طبيعي ان الطير هذا اقدر ابيعه. واحد واحد اعطيك شهاده مختومه وجاهزه. بس كل سنه نقول الحين عبد العزيز قبل ما ندخل قال ابي قلنا له بس مر وتعال استلمها. وبشرك ان كل السنين ذيك نسويها ما حد يجي يستلمها. هاي الكلام اتذكره انا كل انا كل سنه يقول اللي يبي يجي يحصل شهاده. والنقطه الثانيه ابو خالد لا بعد مع الشهاده هبت ريح. جزاك الله خير. نعم والله اني صادق. بيض الله وجهك ما يظهر ما تحري فيها. وزين الاقتراح الثاني اللي قدموه الشباب. طيب بجيك بجيك اللي ما عنده طيره يبي هبه ريح بعد يحشر والله هبه الريح زين. وبعد سعد نشاور سعد بخيت ما والله يستاهلون يستاهلون بعد هبه الريح كلش ما لك هذا والله هذا انا قمت من الساعه 6 الصبح. ليش عاينت الطيور انت؟ ها؟ عاينت هذا متعود. هذا اللي جايب لك نام اليوم. هذا متعود عاد يا اخوي انت غير تحطني هذه الجرناس وانت يا الفرخ. ها يا اخوي وين يا اخوي؟ لبيت الصافي جعله عاد ما تنقطعوا الكنافه اليوم بعد. اقول يا سعد نعم الرجال يوم جبت الصافي ايش قال لك؟ قال لك صافي صنيفي ما يعرف صنيفي تذكر ولا ما تذكر؟ يوم على الصحن يوم شاف الصافي قال صافي صنيفي. لا وين ما يعرف نفس اللي في الطيور عربه صافي عربي يبه. طيب ناصر لفجح ناصر براش ما سمعنا رايك مستمع جيد. والله الحين تضاربت الأرياء حد في التفريخ وحد في الوحش. رايك عطني رايك بشكل عام. رايي بالنسبه لطيور المزاين الربع عليهم تعدي لكن انا ودي انها ما تدخل ذا الطيور كلها الكميه اللي هدد العايل 80 100 طير. ودي انها يحط اجنه معينه في الدخول اجنه معينه في دخول الطيور يختارون 20 30 ما يستقبلون ذا العدد كامل. بعضها يدرون ما حتى هم مرقم المفروض انه ما يستقبل من يبعد من عاده جاي. اما الطير اللي في الشكه يشكون فيه في حلول انه يثبت الطير. الطيور اليوم معروفه اي طير ينطرح عندنا اخبره عند الربع كلهم اخبره وين انطرح عندك انت بس وما انطرح عندك انت بس لا عند العالم كلهم وين انطرح بس انت اولهم ما في مشكله. انت المصدر ايش قال لك ابو فهد؟ انت المصدر صحيح لكن يا جاب طير طلال اي طير ينطرح اليوم من نعرف من يطرحه ما عاد فيه. واذا اللي حطت لجنه معينه خلاص تفرز شارك موضوع طير لما استقبال العدد الكبير هذا والله حتى يضيق الصاله. اللي جبته شارك
لا لا ما شارك. ما شارك. ما شارك. طيب كمل يا براشد. فأقول لك العدد اللي يستقبلونه يضيق عليهم ويضيق على الصقاقير ويضيق على المكان كله كامل يضيق عليه. والله وجهة نظرك سجلت أنا. هم متكلمين فيها يا ناصر وخليفة كم واحد بعد من اللجنة يقول لي الربع بعض الطيور حرام هاي تدخل. والله حرام. لكن احنا تقدير لهلها اللي تعبان متعلم. لا بأس يا أبو خاتم. ما نبي نكسر خاطر. ما في مشكلة قدره بس مو بالكمية. والله الصاله ما تشل 20 طير 30 صار صحيح يجمعون ذا الطيور سجلت كلها اسود 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 ادهم ادهم مو بسود وكلمني عنه رجال قال لي مر عليه شوف يا اخي بوديه شفت الطير قلت له لا تودي انا قلت له لا تودي وهو الحين يسمع كلام الحين شاف الطيور اللي موجوده شافها وين مو بحول طير عز الله ان الربع تكلموا يا ناصر بهذا الكلام والله ناصر من غير تعدي عليكم لكن هذه وجهه اليوم ما ادري من الربع قال لي علي هذه كلها ضيق والله يا اخوي حن والله ضيق ومصغره المكان وكل شيء منه وهي بعض الطيور معينه يدخل الطير يعني ما مؤهله حق هذا الشيء اوكي انت اللي جاي ومتعني لك انتم ما انتم مقصرين وهذا من طيب روسكم والله من طيبكم انكم تستغبرونهم نتعب عشان ما نعلم ما له اللي متعني لك بخاتم يجي ويشوف طيور الندر ما عدم جاي بطير بعد انت بعد جاي ومتعني بعد تخلي طيره برا لا ما تخلي طير برا كل لجنه صفت الحين احنا نعاين الطيور داخل ومو مسالمين بعد نخلي برا طيب متواصل حديثنا عن المزاين وبنتكلم اكثر عن المزاين لكن خلونا ناخذ هذا الفاصل فيه يتكلم عن ابرز الاحداث اللي صارت في برنامج العنة من يوم 18/1 الين 26/1 امس شوف البداية أقول الله يبيض وجيه كل الصقاقير اللي تحفونا اليوم في تحدي الطلع الطيور تطلع يعني في ناس تقول هالكلام لكن أنا أقول لك تطلع بإذن الله ليش تطلع لأن يعني الإخوان بعد مهيئين الحباري اللي تسير والتحرك وتخبر هذي يعني شوف الفرحة هذه شوف الفرحة بين الإخوان وهذا الهدف الأسمى ترى للمهرجانات يا الربع مثل ما قلت أنا ورد أقول إنها نهائي مبكر خمس أشخاص صفوة الصفوة طير الحر أعطتها نقلة أخرى الحين العالم تتجه صوب الـ 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 الحر نعم. أما اللي شدد فوق شاف شاف شاف, ايه. شاف. حركوها شاف هو تعداه شاف شاف يعني بكنا هذا وقع عنها 20 ولا 30 متر البيرق عاد إذا تأهلنا بعد خطة غير بعد في خطط خطط الحمد لله نعم. انا كقائد عندي يعني عندي اشياء كثيره ان شاء الله بس بعدين انت قلت اذا تاهلنا معناته في تخوف في تخوف ايه؟ الفرق اللي انا في المجموعه اللي انا داخل وياها مجموعه وين اللي بحشر قبل شوي توك بتحشر الناس بحشر يا جماعه لكن انا مو بساحر ولا انا اله ولا انا قائد احنا ترى طموحنا كلنا على البيرق والربع يبون يحافظون على البيرق ان شاء الله واحنا جاهزين ومعنا بعد فرقه قويه في المجموعه ايه؟ مثل السد و السد فيلق السد فيلق السد ايه وعندنا هالشقاب شوف فيلق قبل السد ايه فيلق قبل السد وخطط ما شاء الله بعد يعني هذه بروحها تخليك تغير الخطط فالله يوفقنا ان شاء الله ويوفقهم كل الفرق ان شاء الله جيده لكن في ناس بيدخلون سلقان زياده ترى واحده بس تقص من عند فريق ولا تقابض تسوي مشاكل في المحميه شيء ما يوصف تاخير تأخير الفرق كلها أي فريق يهد الحبارة تدخل عليهم حرام تخصم عليك نقاط مثل الآن هي بتنخصم على الفريق هذاك لكن المشكلة أنها بتأثر على الفريق الثاني أنا شلون أعوض الفريق الثاني يعني لو تروح تعض لها طير وتكسر لها طير أنا شلون أعوضه أنا كلجنة شاطي نقاط كم بيرضي انتهت اليوم النسخة الأولى من بطولة الطلع وهذا التحدي تحدي قرانيس الحرار في هذه البطولة وكانت العروض والمنافسة بين نخبة النخبة من الصقاقير صقاقير هالقطار البلاد الضبابة فتشت من وقت لكن جنوب كانت ضبابة قوية قوية وسببت لنا ممكن أعطال طبيعية أعطال طبيعية هي أعطال طبيعية هي. طبعا كل ما حالف من الحظ إن شاء الله ليار الجاية إن شاء الله الله بيوفقه إن شاء الله وضعت اليد قدام الطير أنا أول مرة في حياتي أسمع أنه يقيمها الصقار البعد واللقب واحد رايح حق حبارة سكر بموتره ضرب له حزمين وانقلب وتوفي يعني
الاعمار بيد الله. يعني احنا كنا يعني السرعه ليش؟ نواميس والفيكسر عند ابن هليل. يا سلام عليك يا سلام، والله العظيم هادي وعلى راحتك، ولكن الفيكسر عندك. الحمد لله هذا ربي، الحمد لله رب العالمين. اداءك ناموس هذا المن، اهديه للشباب اخوان شمه الربع ذولا كلهم ما يحتاج، ومشجعين ابن هليل. صار عند ابن هدوان، ويا سلام يا سلام على التجمع اللي ولا اروع. نعم نعم، اخواننا وربعنا يستاهلون هالجنوب، ونشهد لهم وكفوا وبعدي عليهم. الاول والثاني الربع وعز الله معهم، قاعد تحتفل معهم. يستاهلون، واحتفل مع اخواني وربعي وقدرهم على راسي من فوق. هذه الصوره ابو خاتم تبين نعم ان ما في فرق لا بين الشمال ولا بين الجنوب، يعني ما في فرق، كلهم هذول كلهم يتحيلون ومستانسين. واول مبارك باركوا للربع اللي كانوا تحت. الحمض النووي عباره عن لغه لا يختلف عن اي لغه اخرى، وحاله حال اي لغه اخرى، مكون من 4 حروف. كل مسبب مرضي وكل نوع طير وكل له بصمه وراثيه خاصه بها. الطيور غاليه مضبوط. ثانيا اغلب الناس عندهم التزامات وعندهم وظائف ما تخليهم يشترون. ثالثا الطيور السنه شحيحه، نعرف نفسنا وشلون نوصل. انا معاك الله، اما مساله حمامه انا مو ضدك وطير، والله اللي قلبت على ربيك حمامه وطير. انا معاك حمامه، ايش عرفني فيها انا؟ انا معاك بيضته ولا متمول شلون راح هناك هو يعرف حمامه اللي بيزبن او اللي بينصاد. هو الحمامه اللي بتنصاد يقول بتنصاد على مستوى الطير، هو يطالع الطير، اذا شاف الطير رمعته قويه وجناحه قوي وطالع قال هذه الحمامه بتزبن ولا بتنصاد. لا تشممها يقول، يعني تشممها من هم السلقان يشمون ريحه الضبي ويصير الانطلاقه. لكن مبارك له، اي طبعا مبارك له، مبارك حق صليطي. ما زلت انا مصر على الكلمه اللي يعطي طيره بس تنادي ولا فري. انت اخوي واكبر مني واتعلم منك، لكن استحاله الخلل في 600 طير لان شوف الصقار 17 ثانيه ترى رقم قياسي. احنا الدوله الوحيده اللي 400 متر على فكره. صحيح 400 احنا الدوله الوحيده صافي. اللي تم صافي 400 صافي. صافي نعم. ليش باقي الدول وش وكم؟ 460 عفوا 360 الى 380. لا تلاحظ الطيور اليوم اكثر الطيور تقول مول بتضرب القاع، يفرش ديله يفرش ديله يفرش ديله بتضرب القاع. طيب اخواننا في فريق الوسير كسروا هذا الرقم اللي جابوا 16 ثانيه و72 جزء في ال1000 ثانيه، نقدر نسميه رقم خيالي. نجبنا الفوتو فينش وراح نعرضه للجمهور ولكل لكل من يتابع هذا البرنامج، برنامج لانه ايضا محبين هذه المسابقه، مسابقه الدعوه. السلقان لها جمهور كبير، واليوم صارت احداث اعتقد اثرت على النتائج الاولى في هذه المسابقه، مسابقه عدد السلقان. الزنوقي اعصار، اعصار ملك عبد الرحمن احمد مبارك الصليطي، اعصار خطف هذا الشوط يا جمهور، ويتوج ان شاء الله الاول، ويتوج الفائز في هذا الشوط وخطف السياره في مهرجان مرمي 2018. والله الحمد لله، الله وفقنا ومجهزين مضبوط، سلوقي طيب، كنا متاملين خير يعني. سبحان الله النتائج تبدل كل شوي، ما حد استمر الاول، يعني يمكن لو سلقان قدام ما تعقرات يمكن ما اخذ الاول، لكن هاي رزق من الله. الف 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 مبروك لعلي سالم الشهواني على اللكسس، ومحمد حمد محمد صالح حمد القمره على اللكسس ايضا، وفريق تويوتا على ال 100,000. وابو خاتم الناس شكوا فيك امس، يعني توقعت لكسزين و100,000، ما ادري انت شايف هالشيء في المنام. ما يحتاج يعني عبد الله، يعني مختار من كم حمامه هدها 20 مجموعه، اختار نقوه النقوه عشان يجيبها اليوم في النهاية. اعتقد الشيء اللي صار الله يبيض وجهه للشواهين. شوف فرحه هالشواهين، في اقول لك انا اكثر منهم، انا اكثر منهم، انا احنا يعني والله يبيض وجه اخوي عبد الله على يعني على على يعني هذا اللي تحمله طول الشهر الله يجزاه خير. لكن اليوم احنا في مسابقه جمال ها، لازم اي عذروف في الطير سواء وضحى سواء مثلا فيه عطف في واحد من اصابعه زايده طالعه برا، اي شيء فيه خلل ناقص ريش حاذف، سواء في جناحه او في الذيل، هذه امور المفترض ان احنا كلنا لازم يعني احنا ما نتساهل فيها. انا اسالك سؤال، السود اصعب من الشقر؟ انا اقول اصعب. تدري ليش؟ تدري ليش؟
السبب واحد ان المستويات قريبه، حتى الشقر لو صارت المستويات قريبه صار صعب يا جماعه. جانا طروش من عكاشات وسدير وقالوا حلويات تشبع بها ما هذا يقول حياه صليب. هاي من نوادر عندنا يا النوادر. بيض الله وجهكم. في فرق يا طلال، في فرق ان لما انا اكلمك انا عندي ثرح باره، هاي ثرح باره واجيك اكلمك، اجيك اكلمك وتهد علي طال. وفي فرق لما تكون انت على فالك يطلع طيرك. انا ما قلت لك انا كغريب لما اشوف الربع دول عندهم حباره من الادب ومن السنع اني الزهم يا الربع باقي عندكم شيء من الطيور ترخصون لي اهد؟ لا لا ولا لي حاجه فيهم. لا لا مثلا لو انا بهد يعني انت ما لك حاجه انت تشيء منهم، لكن لو مثلا واحد جانا واحنا في الموقف هذا كم تفرج وهدينا وهو تفرج شاف الربع انه خلص طيورهم. لا لا حتى التفرج خطا، لقيت عندك حباره واحد يجيك ما تفرج تبيب يا طيب. لا انا اليوم حتى لو انا قال اللي تفرج اول واحد يهد عليك ما عليك. ترى الطير والحباره ولا الطير والكروان هي متعه وفرجه، الناس ربعك تفرجون وانت نفسك تفرج. شوف اذا هديت عليها في ليل طير ساعات يطلع من عندك بالسيارة ما عاد شفته. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. الربع يحنون على فكره ترى تحت الفاصل يقول خلنا نختم. اخوانكم ليش مستعجلين على وشو؟ والله يا اخوي انا تحت امرك فوق الامرك. يقول المثل ايه لا عطنا الامثال هاي مثل اللي على العشر كل يوم يقول لك لا يضر لا مثل العرب هاي معروفه اسماء بنت ابي بكر قالت إيه؟ لا يضر الشاه ها صرخها بعد قتلها بعد ذبحها بعد ما يضرها لا قدك ميت ميت مسهرنا كل ليله شهر ويا الحين وقفت على الساعه لا برضه خالصين. هذه ام الزبير لي اسماء بنت ابي بكر ام الزبير طيب اسماء بنت ابي بكر اقول لك كلب تبي تهاوشني انت اليوم شبنات من عند ابو بخيت عطنا قصيده. قصيده القصيد القصيدة الصافية مبارك مبارك بن ناصر تقول يا إيدي هذه قصيدة هذا قل لي عن صافية قل لي عن شيء ثاني قصيدة لا لا عندك محمد موجود هذي. طيب وسعود يبون منك قصيد الرابع قبل الختام شيء جديد شيء عن المزاين عن اللجنة عاد عودنا أنا واللجنة واحد بي عديتها قبل قول اللي عندك لا ما عليك من كل يوم يغيب عندك لا ترفع الصوت يا صاحب ولا تنادي قفيت مثل النداوي بيوم هيفية على خطى شرهة الغالينة واعتابي وقواف للشوق مامورها ومنهية لصر الدايم على الزلات متمادي ما كان لها أسطور خلق الله شمالية لصر الدايم على الزلات متمادي ما كان لها أسطور خلق الله شمالية العام عندي حشيم وبيتك أفوادي وكرامتك عندنا دسمها وبرية مستارثين الكرم من سالفة أجدادي ما هي بسرعة من بلوكنا تجارية والله خلق روسنا للعز تنقادي ما الله خلقها للأشياء الدناوية الطيب للطيب والبادي هو البادي تواضع النفس للرجالة مارية ومعزتك لابن عمك مالها اندادي اللي يتقلط معه العنب حية خلها يسد اللزوم يكبح العادي يرهي على هذه ويرهي على ذي أما غدالك على هداج ميرادي ولا تنمشت لمن جيب طارية أما غدالك على هداج ميرادي ولا تنمشت لمن جيب طارية واليوم بطلت صحبة ثالثة إعدادي شطبت اسمك من الجوالة مولية وعن مجتمع فيه عدالية وحسادي اخترت لي نية ما بعدها نية الماء والرضا الخضر والطير والكادي وملاعب الصيد في ديارنا خلاوية وسجل نفسي في ديار جوها هادي بين الصلاتين والقفاية عصرية النادر اللي سنة ما مسها
امهاج مشبكته سجل نفسه في ديار جوها هادي بين الصلاتين ولا قفايه عصريه النادر اللي سنه ما مشى امهادي من شبكتها سمت للدارة التميمية مقرنس خلا بين حد الضلع والوادي مهو في حجة قشراء ومنسية عن الصقاقير تلزم صنة وترادي يحرم على السوق وإعلان الشريطية عن الصقاقير تلزم صنة وترادي يحرم على السوق وإعلان الشريطية أفجع حجلة قصير ومقدمها بادي وثنادي مبارزة يخرب ثنادية في ريش تعمل لهي بالشمس وقادي ومناك بنكنها بالجولد مطلية هفجع حجلها قصير ومقدمها بادي شلايل كنها مجدولة شامية مفرعوبة بيض الراس بهزادي ولي أنا طحت أخذ فوق المياه مية وكان ظهرها لاقفيته يالله الهادي تقول بشتن فصلته حسوية كان ظهرها لاقفيته يالله الهادي تقول بشتن فصلتها حسوية لطلب اللي على مد الخفو قادي يستغفر الله عليها طيارة كدرية في نقلته ما انثم من هرجة حسادي يبطون ما هزوا الصقارة من غيه ولا ترفع الصوت يا صاحب ولا تنادي يقفيت مثل النداوي بيومه هيفية لصد دايم على الزلات متمادي ما كلها قلوب خلق الله شمالية اسمعونا القصيدة القصيدة ضيعت فيها وصف العراق كله موجود بس ضيعته لكن عوم إن شاء الله صح لسانك. طيب وصلنا إلى لحظة الختام. في لحظة الختام أنا أعطي فرصة لكل من متواجد في هذا البرنامج برنامج عندنا أنه يقول الكلمة اللي في خاطرة الكلمة الأخيرة الكلمة اللي في خاطرك يا أبو مشعل كلمة أخيرة. أول شيء أشكركم على إتاحة الفرصة في مناقشتكم في أمور تخص الصقاقير كلها وطبعا لا يفوتنا نشكر سعادة الشيخ جوعان على دعم المهرجان اللي كل سنة في أشياء جديدة ومنافسات أقوى وختمها اليوم بحضوره ويانا اليوم في قاعة كتارة في المزاين اللي هو الشوط الأغلى في أظن ما نبقى في الوطن العربي بقول في العالم. بيض الله وجيكم وسامحونا كان بدرب النقصور ولا سبحان الله ما منك قصور يا أبو وبشكرين مرة ثانية الله يجزاك خير. وفهد صديقي الصدوق شكر الله سبحانه ثم سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني جعله يسلم الداعم لمثل هذه الهواية اللي احنا نعتز فيها وأقدم شكري له على دعمه حتى للمسابقات الخارجية تشرفنا فيها في دولة الكويت جعله يسلم أبو حمد. شكرا لجمعية القناص على رأسها أخوي علي بن خاتم المحشادي شكر على واجب والأخوان اللي شاركوا في نجاح هذا المهرجان من بطولة الدعو من بطولة الطلع اللي جدا تميزت هذا الموسم وعندنا بطولة المزاين اللي هو عرس كل صقار في دول مجلس التعاون الخليجي. أشكر كل من قدم نفسه خدم يعني هذا المهرجان من قلب منصح لإظهاره في هذه الصورة لتمركزه على القمة الدائمة على مستوى دول مجلس التعاون على وجه الخصوص. أشكر أخوي خليفة الحميدي سيف النعيمي زامل ناصر بن راشد الأفجح وغانم النعيمي علي بن خاتم والشكر خاص لك يا أبو محمد طلال الكواري اللي تحملتنا طول هالفترة بيض الله وجهك على كل ما سويت أخوي عبد الله بن حمد المحشادي أخوي سعد بخيت أبو مبارك ناصر النعيمي مبارك بن شافي أن سامحونا كان زلينا في خطأ ولا شيء الصواب دائما إن شاء الله نطمح له. يوسفني أن شهر كامل ما عرفت اسم مبارك بن ناصر النعيم والله شوف ابو محمد انا والله لا بد اني بضيع فيها مثل هاللحظات ويسمح لي فيها والله ابو مبارك والله العظيم مثل هذه اللحظات الواحد ما يدري ايش يعبر من شعور طيب عند اخوانه. ما نرضى عليك لان سوينا مطبق زبيدي ابشر والله بالسعد كفو والله العزيمه لكم والله كلكم يا اخواني في العنه كفو واخوان اللي متابعين بالكويت لكم اخو ولكم بيت ويتشرف فيكم وانتم اللي تزيدوننا نور وشرف على عدم يا ابو مبارك الساعات فيكم جميع اسمحوا لنا بالقصور نحصل منا اي قصور طوال عمرك ما منك قصور اشكرك ابو محمد علي تحت الفرصه مثل هذا الكلام تستاهل يا ابو سعيد سيف نعيمي نشكر طلال نشكر شيوخنا الداعمين لبطوله المهرجان قطر الدولي التاسع سمو الشيخ جاسم بن حمد الثاني سمو الشيخ جوعان بن حمد الثاني
ونشكر القائمين على المهرجان، رئيس المهرجان علي بن خاتم ومحمد بن علي الطيف ولجنة الطلع ولجنة الهدد ولجنة السلوقي ولجنة المزاين، ونشكر قناة الكاس على التغطية، ونشكر أخواننا كلهم من غير عدد ولا اسم ربعنا، والله يعود علينا كل سنة إن شاء الله. اللهم آمين. بسعود، والله بسعود في هذه اللحظات ما وده يقول شيء، فرحان أني برتاح من طول الليل وأنا قاعد موكر، ولا ودي فرقاكم يشهد الله. لا لها، تعودنا عليكم وبغناكم وبغنا سوالفكم جمعة ما شفنا من هالبرنامج إلا الحمد لله، مخوة عيال أخوان شم معرفتهم. شكرا سمو الشيخ جاسم بن حمد على كل ما يقدمه لنا يا أهل الطيور، والله يشهد الله يا أبو فهد، لو تسوي لي ما تسوي نحن مهما مدحنا ولا تكلمنا مقصرين. شكرا أخو الجميع ومعزي بالجميع وصاحب الأيادي البيضاء علينا سعادة الشيخ جعان بن حمد الراعي الرسمي لهالبطولة، على وقفتك معنا وعلى حضورك وعلى اهتمامك بالطيور وبأهل الطيور. شكرا لجمعية القناص وعلى راسهم أخوي علي بن خاتم، يشهد الله أنكم مشرفينا في البعيد وفي القريب، ويشهد الله أن حنا نتنومس لا جابوا طاريكم وذكركم مع القريب والبعيد، عملتوا كل ما يصلح المستوى بلادنا وكل ما يوهل بلادنا تكون في الغمة، لأنكم خير من يمثلنا يا سقاقير وخير من يمثل هالبلاد. شكرا قناة الكاس، شكرا أبو محمد، اسمحوا لنا على القصور، احنا ما احنا معصومين من الخطأ، إن كان حنا أصبنا فمن الله سبحانه وتعالى، إن كان حنا أخطأنا فما أنفسنا، فاستر مع على مواجهته وبيض الله وجيكم على تحملكم. بربيعة، والله أنا ما مثل مبارك ما ودي أتكلم في سلام ووداع وانتهينا. سمو الشيخ جاسم بن حمد ممثل سمو الأمير، الله يطول عمرك وبيض وجهك، ما قصرت مع الصقاقير وهل الطير، سعادة الشيخ جعان بن حمد الله يبيض وجهه، وخاتم عبد الله بن حمد اسمحوا لنا، اخواننا الكبار اللي جان كلها عزيز، سيدي سمو الأمير كلنا تحت امرك سيدي. سلام. ابو ناصر، اولا شكر خاص لسمو الشيخ جاسم بن حمد وإلى سمو الشيخ جعان بن حمد وإلى جمعية القناص، وإن طلع منا قصور فاسمحوا لنا فيه، وأكبر شرف لي أني شاركتكم في هالبرنامج وأتشرف. الله يجزاك خير، شرفنا يا أبو ناصر. أبو راشد ناصر الأفجح، نشكر سعادة الشيخ جاسم بن حمد الله يطول عمره، ونشكر الشيخ جعان على ما بذلوا وجزاهم الله خير، ونشكر اللجان اللي غايمين على الحفل، وعلى نشكر الربع اللي على البرنامج بعد، محللين بيض الله وجيههم، جزا الله انهم ما قصروا في اللوم الغانمه كلها، ونشكرك اخ طلال جزاك الله خير جميعا كلكم. ابو سعد، بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء نقول حق المشاهدين وإخواني اللي عندي يسمحون لنا إذا بدأ منا خطأ ولا شيء، هذا أول شيء. وثاني شيء الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم لشيوخنا اللي داعمين الموروث هذا واللي قايمين على نشأته وعلى أن تطور في 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 كل سنة، مشكورين. ومشكورين يا جمعية القناص على رأسهم أخوي علي بن خاتم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا تجددت عليه النعمة يشكر الله يسجد لله شاكرا، واحنا في قطر في نعمه وفي التجدد علينا كل سنه وسنه الحمد لله، فالابدر والاولى بنا ان احنا نسجد لله سبحانه وتعالى شاكرين لهذه النعمه اللي احنا في قطر. اللهم اللهم ابو خيت، اشكر على كل من قام على هذا المهرجان، واشكر سمو الشيخ جاسم، واشكر سعاده الشيخ جعان، واقول لهم بيض الله وجيهكم، واشكر جمعية القناص على رسم علي بن خاتم وعبد الله بن حمد، وأقول لهم إن شاء الله الله إن شاء الله نلتقي وياكم إن شاء الله على خير إن شاء الله. اللهم آمين. أبو حمد، وبلا شك الأخوان ما قصروا في الشكر، وحن من ضمنهم
اللهم لك الحمد والشكر على الله ما أعطانا من أمان وخير. اللهم نشكر جميع شيوخنا القائمين على هذا، على نجاح هذا المهرجان السنوي اللي نفتخر به، ونحن نعيشه عيد لمدة شهر كامل بفرح وسرور. نشكر جميع اللجان، نشكر أخوي علي بن خاتم رئيس الجمعية، أشكر كل من ساهم وكل من شارك، ونتمنى أن الله يعطينا طولة العمر ونشوفكم جميعا في هذا المجلس أو في هذه العنة إن شاء الله سنين مديدة. وله بنقول لكم مع السلامة، لنا لقاء في القلائل إن شاء الله عما قريب في احتفال جديد بإذن الله تاريخ 4/2. تاريخ 4/2 بإذن الله تعالى. أخوي الكبير أبو خاتم، الله يكبر قدرك ويسلمك. شكر لله ثم للشكر لسيدي سمو الأمير حفظ الله الشيخ تميم بن حمد الثاني على دعمه لكل موروث عندنا، وأهمها موروث الأصقارة. وأشكر سمو الشيخ جاسم بن حمد الله يحفظه على دعمه لا محدود. طبعا أشكر سعادة الشيخ جوعان بن حمد الله يحفظه الراعي الرسمي للمهرجان، واللي الله يجزاه خير معودنا على كل أمر طيب وعلم غانم وكل سنة، والمهرجان هذا في تطور من سنة لسنة وفي جوائز مضافة كل سنة وفي كل جديد. كل سنة الحمد لله في جديد، في شهادة الجميع أن كل سنة كل شيء فيه جديد، ولله الحمد السنة كل بطولة عندنا تغيرت فيها أمور كثيرة لا أرغام انكسرت. اليوم المزاين جاتنا من خيرة الطيور، الطلع غدا عليها طلب ومتابعة ما حد يصدقها، الدعو انكسرت الأتيام كلها، هدد الحمام 3 حمام في النهاية الأكسجين و 100 ألف إضافية، هذه كلها أرغام تحسب لك سعادة الشيخ جوعان بن حمد الثاني الداعم لهذا المهرجان. طبعا الشكر موصول لأخواننا من هالكويت اللي زارونا وجونا بهذا الحجم الله يبيض وجيههم، مشاركتهم ويا أخوانهم في المزاين وفي المسابقات الأخرى الله يبيض وجيهكم يا أخواني. من اللي جانا مشارك أو جانا زاير متفرج مرحبا بكم، وأنستونا وشرفتونا والله يحييكم، وهاي عوايدكم يا هالكويت. شكرا لكل لجان، لجان مهرجان الله يبيض وجيهكم يا أخواني، أتعبناكم وطولنا عليكم وسهرناكم الله يجزاكم خير. أنتم كثار ولا أقدر أذكركم بالاسم لكن أشملكم كلكم الله يبيض وجيهكم. شكرا قناة الكاس، شكرا قناة الكاس على راسهم أخوي أبو عبد الله عيسى بن عبد الله الهتمي وأخوي طلال واجب اللي تحملنا طول هالشهر هذا والإخوان معاه الله يبيض وجيهكم يا اخواني. نقلتوا نقل طيب، امتعتوا الناس نقل حي من اول يوم الله يبيض وجيهكم. كذلك الشكر لاخوي سلمان عبد الله عبد الغني الله يبيض وجهك على دعمك لثالث سنه لشوط النخبه الله يبيض وجهك وما قصرت، ودوم يا ابو عبد الله رافع روسنا مبيض وجهنا. طبعا شكرا وزاره البلديه، شكرا سعادة الوزير البلدية ومدير مكتبه والأخوان محمد بن سيف الرميحي والأخوان مزرعة الحباري كلكم الله يبيض وجيهكم على الدعم اللي دعمتونا في مسابقاتنا كلها. شكرا يا أخواني لكل وزارات الدولة، بلدية الوكرة ممثلة بأخوي الخاطر الله يبيض وجهه، وزارة الداخلية الأخوية. طبعا أبارك لكل الفائزين وحظ أوفر لمن اللي ما فاز، وإخواني كلكم يعني رفعتوا رؤوسنا بالنتائج اللي سويتوها. شكرا للشركات، شكرا لمن يعني ساعدنا، شكرا للمحلات التجارية اللي شاركت معنا، شكرا للجميع. طبعا يا إخواني يا أهل العنة الله يبيض وجيهكم، أمتعتوني أنا شخصيا، غدت حوارات غدت مناقشات غدت هذه، لكن هدف الأول الأخير الصلاح ونشوف الأخطاء اللي عندنا، تأكدوا أن كل إنسان يعمل له أخطاء وإحنا نعترف بأخطائنا الحمد لله، وكل سنة نحاول نعدل فيها ونزينها. الله يبيض وجيهكم جميع وسامحونا من أي قصور، والله لا يخلي منكم، والله يدوم دولتنا بظل قيادتنا بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد حفظ الله، وموفقين ونشوفكم إن شاء الله مثل ما قال أبو حمد
بالقلايل ان شاء الله باذن الله تعالى. تاريخ 4/2 ان شاء الله. 4/2. شكرا لكم يا اخواني. وصلنا للحظه والموضوع اللي دائما على بالي ويشغل فكري، لحظه الوداع لحظه قاسيه علينا، ولكن هي لحظه مراجعه للنفس وما قدمناه وما قدم برنامج العنا لكم. التساؤلات كثيرة، والحقيقة والهدف هو واحد لنا، الهدف هو دائما لكل فريق العنا تقديم الأفضل والتميز أمام الجمهور الكريم من خلال صورة حديثة لموروث قديم هو أحد أحجار الأساس في بناء دولتنا الحديثة. فإذا كنا نجحنا فالفضل لله عز وجل ثم لكم، لأن أنتم اللي منحتونا هذا النجاح، وإذا كنا أخطأنا فهذا من أنفسنا، ونطلب منكم العذر والسموحة من خلال العنة باسمي وباسم فريق العمل. أحب أقول أن تشرفنا بالتواصل معاكم في خلال 7 مواسم اعتبارا من 2011، من رسالة كانت بسيطة إلى حلم برنامج فيه الكثير من الذكريات حلوها ومرها، 7 سنوات ولا زالت المحاولة في بدايتها لنا. والمهرجان الدولي اللي قص شريط الموسم 9 بعد ولادته عام 2009 كان الموسم هذا قمة بكل جانب، وفعلا كان هذا العام عام غير في كل شيء، بطولات وجماهير وتفاعل كبير من خلال قصة تراثية أصيلة تحولت إلى واقع وتجاوزت العالم الافتراضي. شكرا لكم على كل الاهتمام والنجاح، وما يتحقق إلا بالتخطيط والتنظيم والاستراتيجية في البناء والتحضير، وهذا ما سعت له قيادتنا الرشيدة بحكمتها وإرادتها اللي ازرعت في كل النفوس الطيبة اللي تعيش على أرض بلادنا الغالية قطر. فبعد شكر الله عز وجل على ما تحقق، نتوجه بالامتنان والعرفان لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكلمات الشكر موصولة لسيدي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ولسيدي سمو نائب الأمير الشيخ عبد الله بن حمد بن خليفة آل ثاني، والأخ الكبير وموجهنا اللي تعلمنا منه الكثير طوال المواسم السابقة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير المفدى. وألف شكر لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية وراعي المهرجان على دعمه المتواصل، وأيضا شكرا لرجال الرجال الذين يضعون دائما قطر الغالية فوق التحديات والصعاب والأزمات. قطر تتطلع للأمام دائما، ومنهجها ممتد ومتواصل مع نهج المؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني. ففي هذا المهرجان 9 تابعنا صور أنيقة وبث حي واستديوهات ومفردات تلفزيونية كبيرة انقلت لنا وأطرت كل الزوايا من خلال قنوات الكاس. وهنا لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان في البداية وفي المقدمة لأخوي عيسى بن عبد الله الهتمي مدير عام قنوات الكاس، واشكر اخواني عبد الله معرفي وفاروق الخالدي وتركي السبيعي وفيصل خالدي وعبد الله المري حمد الخالدي، كذلك ما انسى المبدعين من فريق برنامج العنا بدايه من استديو كتارا، وفي مقدمتهم الكبير اخوي الاستاذ ماجد عبد الحق رئيس التحرير، والمفاجاه المبدعه مخرجنا الشاب محمد بدر ابلال، وجميع افراد الفريق الفني اللي عمل معاه، وكذلك عبد الله اللنقاوي وعبد الرحمن الحمد وسامي الحجري واحمد جاد وحمد الحرمي ومحمد حمزه، والمصورين لهم حسن غلام وعارف الجعيدي وشيكابالا وسامر شيكاغوا وخالد علم واحمد النجار والمهندس محمد سعيد، مدراء الاستديو انور وقاسم وقسم الاضاءه عدنان السيد وعلي الجبالي وعبيد مرادي وجميع الفنيين وفريق الإعداد إخواني إبراهيم السادة وأحمد فرج وسالم الشملان وصبري البغدادي، وما أنسى العلامة المميزة أخوي خالد الكواري ومساهماته رغم الظروف اللي ما سمحت له يتواصل معنا، وأخوي جاسم الهديفي آخر المنضمين في فريق الإعداد. المراسلين ومقدمين البرامج اللي تابعتوهم
في خلال هذا البرنامج اللي عندنا وخلال المهرجان في استديو مرمي، حماد العبيدي متميز دائما، ومذيعنا ومراسلنا عبد الهادي سهلي يعطيك العافيه، وجابر لخن بصمه جميله اللي عندنا، وكذلك مذيعنا ومراسلنا راشد سعيد عضيبه، والمنسقين هناك تحيه لكم، تحيه كبيره وشكرا من القلب، ابراهيم مجرد، فهد ملهيه، والشكر متواصل لفريق الانتاج الاخ مسفر سليعي والفريق العامل معه، الاوبي في صبخة مرمي نقل لنا الاحداث المتميزه واللقطات المثيره من اخوي المخرج حمد سلطان الكواري المبدع في المسابقه، مسابقه الجديده اللي هي الطلع، وايضا المزاين، وشكرا لكل الفريق اللي عمل معاك، وشكرا للمخرج فهد العنزي بالفعاليات اللي تميز فيها الهدد ومسابقة الدعو، باقي المسابقات والأسماء كثيرة وكثيرة وفعلها كبير، ولكن كان هو أساس النجاح، ويسامحنا اللي ما حضرت لنا أسماء من خلال فريق العمل. ما أنسى جمعية القناص، الجهة المنظمة للمهرجان اللي قدمت جهد ومستوى أعلى من التميز، نقولها شكرا، شكرا أخوي علي بن خاتم المحشادي رئيس المهرجان، شكرا لك ولكل اللجان المنظمة وطواقم العمل الكبيرة اللي أنجزت المهمة على أعلى مستوى. ما ننسى تقديم ثناء أيضا لكل الجهات الحكومية اللي قدمت الكثير وتواجدت لأجل النجاح وفي هذه وإنجاح هذه المهمة. جمهورنا الكريم، شكرا لكم ولكل من تابعنا من كل مكان، ملاحظاتكم وانتقاداتكم و تشجيعكم أمانة عندنا، ولكن هذه اللحظة لابد منها، وهذه سنة الحياة نسير فيها ونقابل أشخاصا ونتعلق فيهم ويكونون الأقرب لنا خلال 28 يوم، وجاءت هذه اللحظة ولو مؤقتا، ولكن هي اللحظة الأصعب بكل ذكرياتها الطيبة. سامحونا على الكسور مرة ثانية، ومهما قدمنا لبلادنا الكبيرة جدا 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 كبيره بافعالها وانجازاتها، فهي تستحق منا الافضل دائما. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تميمي
الغارة يرفع صوته ولا بهت وردها مرد ما يميز شخص وشعارة نجتمع صافي واحد وما نلددها العنب